بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي جماهير الاهلي العظيمه، جماهير اعظم نادي في الكون، اهلا ومرحبا بكم على قناتكم قناه النادي الاهلي، وحلقه جديده من الاستوديو التحليلي. ومباراه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي قدام الاتحاد السكندري. المباراه دي مؤجله من الجوله التاسعه من الدوري الممتاز، الدوري المصري الممتاز. الجوله التاسعه، خلي بال حضراتكم، الجوله التاسعه يعني معناها ان هو لقاء مؤجل من الدور الاول. المباراتين اللي فاتوا احنا قلنا لحضراتكم مباراة كان في الأسبوع العشرين والأسبوع الواحد وعشرين ما كانوش مؤجلتين، كانوا بيتلعبوا في ميعادهم في الدور الثاني. عشان كده ماتش النهاردة مهم جدا جدا للفرقتين، وصعب جدا جدا للفرقتين، لأن زي ما قلت لحضراتكم دي ماتشات الدور الأول. وحضراتكم طبعا عارفين الدوري هيخلص متأخر، ممكن يخلص في نص أغسطس، ممكن يخلص في آخر أغسطس، ممكن يخلص بعد كده، الله أعلم. فعشان كده رابطة الأندية ممكن تطبق اللائحة. اللائحة اللي بتقول إيه؟ اللي بتقول اللي هيشارك في البطولات الإفريقية هيبقى بناءً على نتائجه في الدور الأول. نتائجه في الدور الأول. طب مين اللي بيشارك؟ الأربعة الأوائل اللي نهوا بالنقاط الدور الأول في المراكز الأربعة الأولى. أول اتنين هيلعبوا في أبطال الدوري، والثالث والرابع هيلعبوا كونفدرالية. نادي الأهلي بالتأكيد زي ما حضراتكم عارفين أبقاش أنا بطل أفريقيا والماتشات دي تطلعني ملعبش البطولة الأفريقية السنة الجاية، وإحنا طول عمرنا بنلعب على المركز الأول، لدرجة إن الناس خلاص رابطة بطولة الدوري بالنادي الأهلي، دي البطولة المحببة للنادي الأهلي وجماهيره. إن شاء الله هنوصل، وإن شاء الله هنوصل للمركز بتاعنا وندافع عن اللقب لحد لا ان شاء الله قبل اخر اسبوع نكون احنا حسمناها باذن الله، وان شاء الله نلعب في دوري ابطال افريقيا بعد ما ناخد ال 12 ان شاء الله. نادي الاتحاد السكندري بقى بناء على نتائج الدور الاول، ده اخر ماتش ليه مؤجل من الدور الاول، عنده امل انه يلعب في الكونفدراليه. قول لي ازاي؟ هقول لك ازاي. النهارده نادي الاتحاد بيلعب اخر مباراه مؤجله من الدور الاول. هو نهى الدور الأول 27 نقطة. نادي المصري نهى الدور الأول 28 نقطة. نادي الاتحاد النهاردة يكفي نقطة عشان يبقى زي يتساوى مع النادي المصري. لو رجعوا للمواجهات المباشرة هيلاقوا إن نادي الاتحاد في الدور الأول كسب النادي المصري. إذن نادي الاتحاد كونفدرالية. عشان كده الماتش مهم جدا 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 لنادي الاتحاد. هنتكلم كتير، بس خليني قبل ما اروح اتكلم عن ماتش النهارده وحاجات تاني شفناها اليومين اللي فاتوا، نروح نشوف الزميل موجود ولا مش موجود؟ جاهز؟ طيب نروح نشوف زميلنا العزيز مراسل قناه النادي الاهلي. النهارده هيبقى المراسل بتاعنا مين؟ مش فاروق صلاح طبعا النهارده. النهارده باذن الله كريم احمد هو اللي هيبقى المراسل بتاعنا، فالكلام هيبقى قليل. مساء الخير يا كريم. كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. بمشيئه الله النهارده ثلاث نقاط يكونوا من نصيب النادي الاهلي في مباراه واحده من المباريات الصعبه والمتلاحمه والمتلاحقه الحقيقه خلال الفتره الماضيه. الاهلي والاتحاد السكندري مؤجلا من الجوله التاسعه على استاد القاهره في تمام الساعه 7 مساء ان شاء الله باذن الله. بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا، لجهازنا الفني بقياده مستر مارسيل كولر. الحقيقه في تكثيف مجهودات كبير جدا، سواء روتيشن سواء قراءات فنيه لكل المباريات اللي احنا بنخوضها. 48 ساعه كابتن ايمن وبتلعب مباراه، بتحاول ان انت تصحح اخطاء ماضيه، وبتحاول ان انت تحضر للمباراه القادمه. امور كثيره جدا الحقيقه بيتم تجهيزها سواء على المستوى الفني، ياسين المكاري ايضا كمان مخطط الاحمال، جرعات تدريبيه بتوزع على اللاعبين بمقدار معين نظرا للكثافه الكبيره والمجهود والتلاحم الكبير جدا. عشان كده الحقيقه ما بنشوف روتيشن او بنشوف حد خارج القائمه من خلال استيعابنا ومن خلال رؤيتنا ومن خلال لمستنا كمان في ارض الملعب للاعبين في التدريبات. ممكن اللعيب يكون مجهد شويه ما يبانش لوسائل الاعلام، لكن الحقيقه مستر كولر والجهاز الفني بيحاول ان هو يعمل روتيشن بشكل كبير للجميع. النهارده كمان شايفين يعني القائمه خاليه من علي معلول وبيرسي تاو، مجهود كبير جدا بالنسبه لعلي معلول بيبذله خلال الفتره الماضيه، محتاجينه في مباراه النهائي. لسه عندنا مباراه في مباراه بلديه المحله، فيمكن بالتاكيد راحت النهارده علي معلول وبيرسي تاو ليها رؤيه خلال الايام القادمه ان شاء الله باذن الله يستفيدوا من فتره الراحه. وايضا كمان
متواجد في السكواد وفي القائمه كالعاده زي ما قلنا لكل واحد متواجد في القائمه بيكون جاهز 100%، وده امر مهم جدا. الدور بيجي والفرصه بتيجي، وعندنا مثال حي الحقيقه متولي ظهر بشكل طيب جدا، مشاركته كانت بسيطه، يمكن شارك في المباراه الماضيه، يمكن كل الامور دي الحقيقه بتكون بتسعد اللاعبين وبتسعد الجهاز الفني ان اللعيب جاهز، لعيبه ما بيطلب بيكون متواجد زي ما بنقول الكل على قلب الراجل الواحد، ده امر مهم جدا. الفرصه بتيجي، توفيق ربنا يكون معاك، ده امر مهم، لكن الاهم كله طبعا هو النادي الاهلي وايضا كمان كيان النادي الاهلي والوصول دائما على منصه البطولات وتتويج بكل البطولات. ان شاء الله باذن الله النهارده تكون مباراه جيده. على الجانب الاخر اكيد بالتاكيد الاتحاد السكندري عنده الرغبه وعنده الامل وعنده الطموح، لكن ان شاء الله باذن الله رغبتنا تكون اقوى، تحضيرنا يكون اجهز، لعبتنا تكون النهارده مركزه بشكل كبير. هي مرحله تجميع النقاط يا كابتن ايمن، بالتاكيد انت كنت واحد من نجوم الكره المصريه ونجم النادي الاهلي، عارف ان اكيد كل لعيب بيفكر في مباراه النهائي، لسه بعيده شويه لكن كل واحد بيفكر في مباراه النهائي، لكن ان شاء الله باذن الله مع الخبرات المتواجده لعبتنا يكون عندها تركيز في مباراه تقفل الصفحه تبص على اللي بعديها. خلاص متبقي لنا مباراتين، مباراه اليوم ومباراه بلديه المحله، ولكل حدث حديث بمشيئه الله في المباراه النهائيه ان شاء الله امام الترجي التونسي. يمكن زي ما قلنا القائمه بتخلو من علي معلول وبيرسي تاو، لكن بيعود لنا عدد من اللاعبين وده امر مهم جدا، على راسهم رامي ربيع. الحقيقه كان ثلاث انذارات فقدناه المباراه الماضيه، ورامي الحقيقه بيأدي اداء مميز جدا مع منعم مع ياسر، لكن لسه منتظرين بقى اللاعبين اللي بيأهلوا، اللاعبين اللي يمكن زي ما بنقول لابد يكون متواجد بنسبه 100% جاهز طبيا وفنيا. النهارده يمكن القائمه بتخلو زي ما قلنا من معلول وتاو، وينضم منهم السليه وعبد القادر، ياسر ابراهيم، ديانج طاهر، محمد طاهر، كريم الدبيس، وخالد عبد الفتاح، منهم لعيبه للرؤيه الفنيه ومنهم ايضا كمان لعيبه لاستكمال التاهيل. الامور الحمد لله كابتن ايمن ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للاستعداد، تبقدنا المحاضره الفنيه الاخيره هنا في فندق الاقامه اللي بتاكد على كل الامور الخاصه بالتكتيك التشكيل، امور معتاده الحقيقه من مستر كولر، ما بتاخدش وقت كبير، بيكون انطلاق المحاضره ومن بعدها تحرك مباشره الى استاد القاهره. كالعاده ان شاء الله كابتن ايمن نكون متواجدين معاك من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه استاد القاهره، وايضا كمان يكون لينا ايضا كمان لقاء تاني في الملعب، نشوف الاجواء الجماهيريه، حاله الملعب، الاجواء، الدخول والخروج، كل الامور دي الحقيقه بتكون من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للاعبتنا، جمهورنا النهارده عليه دور كبير جدا، ان شاء الله الثلاث نقاط تكون من نصيب النادي الاهلي. شكرا جزيلا زميل العزيز كريم احمد. كريم وصف لنا الاجواء، وعايز بس اعلق على نقطه يمكن تطرق ليها كريم. كريم اتكلم عن مباراه الترجي. طبعا التفكير في اغلب الاحيان في الماتش اللي احنا بنلعبه النهارده، ولكن هو فعلا عنده حق في نقطه ان الجميع عايز يثبت الفتره ديت او الماتشات دي ان هو جدير انه يمثل النادي الاهلي في النهائي ان شاء الله قدام الترجي، ماتشين الترجي هناك وهنا. بتبقى واخده حيز من التفكير، بتبقى واخده حيز من التفكير سواء من المدير الفني او اللعيبه، لكن مش معناه ان انا ممكن أأثر في دوري في الملعب، يعني أخاف مثلا إن أنا أخش في كرة مشتركة، أخاف إن أنا أتعور، أبعد عن لا بالعكس، ده أنا بموت نفسي في الملعب علشان أثبت إن أنا جدير بتمثيل النادي الأهلي في النهائي. دي نقطة إحنا مش مختلفين عليها أبدا 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 في النادي الأهلي. فدي بس النقطة علشان ما حدش ياخدها بصورة عكسية. قبل ما نتكلم في الماتش عايز أتكلم في موضوع بدأ بدري ومحل نقاش في اليومين اللي فاتوا، موضوع التحكيم لازم يكون فعلا محل نقاش، لأن اللي بيحصل الفترة دي كتير جدا ومش هنسكت عليه، لأنه بيأثر على مسير بعض الفرق في الدوري، والكلام ده عانينا منه من سنتين وثلاث سنين كمان. في فرق مستفيده، في حد بياخد اكتر من حقه، ايوه في حد بياخد اكتر من حقه، في حد عايز ياخد اكتر من حقه. طب هتقول لي ازاي؟ هقول لك لان هم ماشيين بالجزء او القاعده اللي بتقول ايه، خير وسيله للدفاع الهجوم. يعني انت واخد حقك تالت ومتلت واخد حق غيرك، لا وطالع تقول ده التحكيم ظالمني، تحكيم ظلمك. انا هتكلم على اخر مبارتين شفتهم، ما بنتكلمش على حكم معين ولا نقول ان هو في تعمد انه يخسر فرقه او يكسب فرقه على حساب فرقه، مش هقول كده، بس هقول في اخطاء تحكيميه فجه لا يختلف عليها اتنين.
لا يختلف عليها اتنين. ولما تبقى فرقة واخدة أكتر من حقها وتعترض، إيه معناها؟ بعمل أسلوب ضغط على الحكام من دلوقتي؟ ما الكلام ده حصل من 3 سنين لو تفتكروا حضراتكم، وحصل من 2 سنين لو تفتكروا حضراتكم، والناس عارفة إن الكلام ده حصل، الناس عارفة إن الكلام ده حصل، وفي فرق خدت أكتر من حقها، في فرق خدت أكتر من حقها وخدت بطولة، وخدت بطولة. مش هنروح بعيد، الكلام ده من 2 3 سنين. ماتش زي ماتش امبارح، عشان كده انا بقول دايما لازم يكون حكم المباراة لعب كورة، لازم يكون حكم المباراة لعب كورة. مش هتطرق لاسم، انما هتطرق لواقعة حصلت. كرة بتشاط، الثيرد باك بيحط جسمه، جت في جسمه وهو بيقع، جت في جسمه وهو بيقع. طيب انا وانا اي لعيب بيقع في الملعب، نازل بجسمي وهقع في الملعب، هعمل ايه؟ هيبقى في حركة من الايدين علشان تعمل اتزان لجسمي وانا نازل، وضع طبيعي. ما انا لو نزلت على ايد واحده الرزغ ممكن يتكسر، لو نزلت على ايد واحده ممكن اي حاجه تحصل لي واي اصابه تحصل لي. طب بعمل ايه؟ بعمل اتزان. فالاتزان بيخلي ايدي كده بالظبط عشان وانا نازل ما انزلش نازله ممكن اتصاب فيها او اتعور فيها. تقوم الكره تيجي في جسم اللعيب وبعدين تيجي في ايده. خلي بال حضراتكم، مش تيجي في ايد اللعيب الاول وبعدين تيجي في جسمه، لا، تيجي في جسم اللعيب جوه ال 18 وبعدين تيجي في ايده اللي هي بتنزل عشان اعمل اتزان عشان انزل على الارض. تقديريه للحكم، ماشي، هي ما جاتش في ايده مباشره، يقوم الفار يجيبه. لما الفار يجيبه وانا كحكم لعبت كوره وفاهم اللعبه كويس، فاهم اللعبه دي كويس، هرجع وكأن مفيش حاجه حصلت. ما احنا شفنا الكلام ده في ماتش من يومين، شفنا الكلام ده في ماتش من يومين، الفار استدعى الحكم. انا بس بقول كده ليه؟ عشان اقول لحضراتكم ان القرار النهائي للحكم، مش الفار اللي دبسه او الفار هو اللي خلاه ياخد القرار، لا، مش الفار السبب، حكم الملعب هو السبب، والواقعة، الواقعة أو الواقعتين حصلوا في يومين ورا بعض. الفار جاب الحكم في لعبة، الحكم ما اقتنعش برأي الفار. الحكم ما اقتنعش برأي الفار، لا، وظلم الفرقة اللي كسبت في الآخر. ظلمها. ما احتسبش ليها ركلة جزاء وكمان إدى كارت أحمر للمهاجم بتاعها. ده قرار. يبقى الحكم في النقطة دي أو في اللقطة دي ما خدش برأي الفار، هو مقتنع بحاجة معينة، تمام، ماشي، ولو إنها خطأ إنما كان مقتنع برأيه. طيب امبارح الفار جاب الحكم، الفار جاب الحكم في الواقعة اللي أنا بقول لحضراتكم عليها، لعيب بيقع تيجي الكورة في جسمه وإيده عشان بيعمل الاتزان بيها راحت الكورة جاية في إيده بعد ما جت في جسمه. الفار لما جاب الحكم وقع اهي وراها بعديها بيوم بالظبط، الحكم اقتنع برأي، ما اقتنعش برأي الفار، سوري، اقتنع برأي الفار وصمم على ركلة جزاء. حلو، يبقى واحد مرة ما اقتنعش برأي الفار، وامبارح في احدى المباريات اقتنع برأي الفار ودخل احتسب ركلة جزاء. بدري، بدري قوي الحاجات دي، بدري قوي. احنا محتاجين ايه؟ يا اتحاد الكورة، يا لجنة الحكام، ما بنشككش في حد من البداية، ما بنشككش في حد، انما جبت لحضراتكم لقطتين في يومين ورا بعض، حكم ما خدش برأي الفار اول امبارح وصمم على رأيه والرأي خطأ، وحكم خد برأي الفار امبارح والرأي خطأ. هي تقديرية ليه،
هي تقديريه ليه بس بنسبه 99% ما تتحسب. 99% ايه؟ 100% لو حكم بيلعب كوره وفاهم كوره او لعب كوره وفاهم كوره مش هيحسبها. طيب هاجي على نقطه ثانيه، مفيش حد في العالم في العالم بيحسبها. نقطه لما الجول يمسك الكوره اكتر من 6 ثواني. ماشي، انا كحكم لو مفيش حكم في العالم بيحسبها، القانون بيقول ايه؟ احنا عارفين القانون اللي بيقول لك اكتر من 6 ثواني هيحسبها عليه ركله حره غير مباشره. ماشي، طيب انا بروح انا كحكم لو الجول عملها مره هروح اقول له واحذره، خلي بالك انت بتعدي الست ثواني بثانيه بثانيتين بصوره مستفزه بصوره واضحه، هروح ابلغه عشان ما يعملهاش تاني ويكررها تاني. كويس، فالحكم استنى على الجول وراح حاسب عليه ركله حره غير مباشره، والجول لما ساله قال له يا كابتن انت حسبتها ليه؟ قال له انت خدت 10 ثواني. طب ليه يا كابتن ما حسبتهاش في الثانيه السابعه؟ يعني عديت الست ثواني الثانيه السابعه. لو هو بقى الموضوع متكرر وانت حذرته قبل كده ما حسبتش عليه ليه في الثانيه السابعه؟ استنيت ليه لحد الثانيه العشرة؟ مفيش حد بيعمل كده ومفيش حد بيحسبها في العالم. انما لغرض، لا مش هنقول لغرض، مش هنقول لغرض، احنا عايزين بس العداله يا لجنه الحكام. ما بنشككش في اي حد، ما بنشككش في اي حد، بس السيناريو ده شفناه من سنتين ومن 3 سنين، شفناه من سنتين ومن 3 سنين. احنا بنحترم ونثق في كل الحكام، لكن السيناريو اللي فات ده بتاع اليومين اللي فاتوا دول مش مريحنا، مش مريحنا. دور اتحاد الكوره ودور لجنه الحكام، لجنه الحكام فيها ناس محترمين، اتحاد الكوره فيها ناس محترمين، مطلوب من كل حكم التركيز والعداله. انا برضو مش هقول تاني، مش اخطاء مقصوده، مش اخطاء مقصوده، همشيها لحد دلوقتي كده، همشيها لحد دلوقتي كده ولو ان من جوايا مش مقتنع. ماشي، ولا كمان ليها اتجاه خاص او رايحه في اتجاهات معينه او لانديه معينه، برضو مش هروح للنقطه دي ولو اني من جوايا برضو مش مقتنع، لكن في الاخر هقول ايه؟ غير مقصوده. طب اللي طالبينه الفتره اللي جايه، اللي طالبينه الفتره اللي جايه لو سمحتم محتاجين عداله، محتاجين عداله، ومحتاجين حاجة أهم من العدالة، محتاجين ضمير وانت بتاخد القرار، محتاجين ضمير وانت بتاخد القرار. لأن ممكن تاخد قرار خطأ تضيع مجهود ناس كتير جدا جدا جدا، تضيع مجهود موسم كامل. هتكلم على بعض الأندية اللي مثلا يعني بتصارع تحت وهتنزل، وفريق مضغوط زي النادي الاهلي بيلعب كل 3 ايام. 3 ايام ايه؟ كل يومين. ده النادي الاهلي لعب من يومين، خد راحه تاني يوم الماتش ليلتها، يعني اول ما هم خرجوا من الاستاد كنا دخلنا في اليوم التاني اللي هو اول امبارح، خدوا راحه، راحوا النادي امبارح اتمرنوا تمرين خفيف، والنهارده بيلعب ماتش. فريق مضغوط وبيلعب كل 3 ايام ماتش، وفي الاخر تيجي هفوه تحكيميه، همشيها هفوه تحكيميه، هفوه تحكيميه تضيع مجهود لعيبه، تضيع مجهود جهاز فني، احيانا تضيع مجهود موسم كامل، وشفناها قبل كده وحصلت لنا قبل كده. وفاكرين حضراتكم من سنتين ثلاثه لما التحكيم واخطاء التحكيم ضيعت مننا 14 نقطه؟ فاكرين كل ده؟ مش عايزين نروح للكلام ده، انما احنا بنقول ايه؟ ولا بنحذر ولا بنتكلم بنشكك في، لا ما بنشككش في حد، لكن احنا محتاجين عداله وضمير، عداله وضمير، والضمير قبل العداله. معلش انا بقول بقى اللي جوايا دلوقتي، عايزين ضمير قبل العداله.
انا كنادي اهلي اديني حقي في ماتشي وادي الفريق الاخر حق، حتى لو جيت مش لو جيت عليا، لو جيت عليا في قرار عادل وان هو ضدي اديه مفيش مشكله، بس انا اخد حقي كنادي اهلي والفريق الاخر ياخد حقه، ما عندناش اعتراض، انما ما تبقاش في اتجاه واحد ولا سكه واحده. وانا بتكلم كمان على المباريات اللي النادي الاهلي مش مشارك فيها، يعني مش طرف فيها، ولازم لازم لجنه التحكيم يبقى فيه ثواب وفي عقاب. اه لازم يكون في عقاب طبعا، لازم، حتى لو عن غير عمد. حتى انا لحد دلوقتي بقول ايه، من غير عمد ومش مقصوده، ولو اني مش مقتنع في بعض الاوقات او في بعض الظروف او في بعض المباريات، ولكن ماشي هنمشيها كده. لو سمحتم العداله، احنا مش عايزين غير العداله، اديني حقي وادي الفريق التاني حقه كنادي اهلي. نروح بقى على ماتش النهارده. ماتش النهارده من الناحيه الفنيه صعب على الفرقتين، زي ما قلت لحضراتكم في عده اعتبارات، زي ما قلت لحضراتكم اللعب في البطولات الافريقيه نمره واحد، الماتش ماتش مؤجل من الاسبوع التاسع في الدور الاول. طيب يعني الفرقتين عندهم هدف، الهدف النادي الاهلي طبعا بيتمسك بحقه في اللعب في دوري ابطال افريقيا الانديه ابطال الدوري، نادي الاتحاد عنده امل ان هو ناقص له باقي له نقطه وده الماتش الاخير ليه المؤجل، وعايز يلعب في الكونفدراليه، وهو هيتفوق على النادي المصري لانه هيتساوى معاه 28 نقطه في الدور الاول وهو كسبان النادي المصري لو رجعوا للماتش اللي لعبوه مع بعض. يبقى نادي الاتحاد عايز نقطه واحده علشان يمثل مصر في الكونفدراليه الموسم اللي جاي. من ضمن الاعتبارات برضو الاداء الطيب اللي بيقدمه نادي الاتحاد السكندري الفتره الاخيره، يمكن اخر خمس مباريات مش في حالته شويه، يعني اخر خمس مباريات كسب ماتش واحد وتعادل ماتشين وخسر ماتشين، ولكن لما بيلعب ضد النادي الاهلي لا، مباريات تبقى مباريات قويه، مباريات بطوله، معاه مين كمان؟ معاه الكابتن طارق العشري مدير فني نادي الاتحاد، بيلعب قدام الكبار مباريات جيدة جدا جدا جدا، وعنده أسلوب. يمكن الماتش اللي فات قدام الجونة قلنا على الكابتن علاء عبد العال أسلوبه دفاعي وبيقفل لك نص ملعبه لحد ما تزهق، لا ده الكابتن طارق العشري يزهقك أكتر من علاء عبد العال، هو أسلوب ونجح فيه من أيام ما كان ماسك حرس الحدود بعد الكابتن حلمي طولان، نفس الأسلوب بيعمله مع الفرق الكبيرة مع الأهلي ومع الزمالك ونجح فيه على فكرة، نجح فيها بصوره كبيره. يمكن مشكله نادي الاتحاد السنين الاخيره خط دفاعه، خط دفاعه، انما بيتميز بخط وسط جيد، بخط هجوم جيد جدا، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين خط هجومه معاه لعيب من ضمن افضل رؤوس الحربه اللي جت مصر من الخارج من افريقيا في السنوات الاخيره، الانجولي موبولولو، مهاجم من طراز رفيع، مهاجم ما بيضيعش فرصه، مهاجم دايما بيهدد مرماك، لا مهاجم يعني زي ما نقول ايه من طراز الرفيع. عندنا نقاط قوه ونقاط ضعف، ولكن الفرقتين عندهم نفس الهدف، يمكن الاتحاد عنده هدف ان هو ما يخسرش، النادي الاهلي ما عندوش غير هدف واحد ان هو يكسب. النادي الاهلي بماتش النهارده عنده ست مؤجلات محتاج 12 او 13 نقطه علشان يضمن ان هو يلعب في ابطال الدوري، بطوله افريقيا الانديه ابطال الدوري. تاني حاجه ماتش النهارده بين فرقتين جماهيريتين، يعني نادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين 70-80% من المشجعين مشجعين نادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي على في جميع المحافظات، نادي الاتحاد صاحب شعبيه كبيره جدا 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 في اسكندريه. فالنهارده كمان مباراه جماهيريه، مباراه ما تقدرش تتنبأ هو مين اللي في حاله افضل ومين اللي هو ممكن يكسب النهارده، او ممكن تكون التنبؤات بتقول ان هو يكسب، لا ما تقدرش
نادي الاتحاد النهارده في مركز الخامس. مركز الخامس عنده 32 نقطه، واللي يفرق بينه وبين انبي فرق اهداف اللي هو بيحتل المركز الرابع، بما معناه انه فريق جاي بيقدم كره كويسه. زي ما قلنا لحضراتكم عنده نقاط قوه وعنده نقاط ضعف. نقاط القوه في الخط الامامي، نقاط الضعف في الخط الخلفي، وعنده مزيج من ايه بقى، من العناصر السنيه اللي بتجمع ما بين الخبره والشباب. الخبره والشباب. نادي الاهلي عنده ضغوط جامده جدا 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 الفتره دي، واحنا عارفينها كلها ومش هنتكلم فيها تاني. لا مش تاني، عاشر مش هنتكلم فيها. النادي الاهلي مباريات مضغوطه، ولكن احنا كنادي اهلي مطالبين بالمكسب كل مباراه، وجماهير النادي الاهلي طالبه من اللعيبه المكسب كل مباراه. برغم الضغوط وبرغم الظروف الصعبه، الا ان احنا بنلعب على هدف واحد بس. بقول لحضراتكم ممكن نادي الاتحاد النهارده يلعب على نقطتين، يا يكسب لا قدر الله، معلش، يا يتعادل علشان يروح الكونفدراليه، انما النادي الاهلي ما قداموش غير المكسب. ما قداموش غير المكسب. لو رحنا بقى للجهاز الفني، احنا عارفين كابتن طارق العشري واسلوب لعبه. عارفينه وياما لعبنا ضده كنادي اهلي. مستر مارسيل كولر من الناحيه الفنيه بالتاكيد شاف ماتشات نادي الاتحاد. شاف اسلوب طارق العشري. عنده لعيبه بتنفذ له بعض الفترات في الملعب. وخصوصا في الخط الامامي. زي كريستوفر مبولولو. زي بواتينج. عنده كمان لعيب كويس جدا في نص الملعب وبيكمل مورو ساليفو، ومميز جدا في الكرات الثابته الاوت، رميه التماس. واللي بيعتمد عليها طارق العشري اعتماد كلي في الجزء الامامي او في الجانب الهجومي. عنده كمان احمد عادل. عنده عبد الغني محمد. انا كل بتكلم على نجوم نادي الاتحاد او لعيبه نادي الاتحاد اللي بتصنع معاهم الفارق في الماتشات الاخيره. وكلهم في الخط الامامي. معاه حارس مرمى عنده خبرات كبيره. وحارس مرمى جاي المهدي سليمان. نادي الاهلي النهارده فيه بعض اللعيبه رجعوا زي رامي ربيعه، محمد مجدي قفشه، دخل في قائمه الماتش محمد الضوي كريستو، ولكن ما زال هناك بعض الغيابات. ياسر ابراهيم بيغيب النهارده، الشناوي بيغيب النهارده، عمرو السوليه اللي اتصاب وهو بيسخن الماتش اللي فات عنده شد في العضله الضامه، ديانج بيغيب النهارده. النهارده كمان مستر كولر ابتدى بقى يريح. يمكن احنا اتكلمنا مع نجومنا الكبار الماتش اللي فات، هو الافضل ان هو يريح بعض اللعيبه في بدايه المباريات المؤجله ولا لما يقرب من ماتش الترجي؟ وجهه نظر، وكل مدير فني صاحب وجهه نظر معينه. صاحب وجهه نظر معينه، فشايفين النهارده ان مستر كولر بيريح علي معلول. احنا قربنا من الماتش فمريح علي معلول، مريح بيرسي تاو. دي وجهة نظر وخاصة بعملية التدوير اللي بيقوم بيها مستر كولر. فمستر كولر طبعا ليه رؤية خاصة. مهما كانت رؤيتنا، هو ليه رؤية خاصة. هو المدير الفني، هو الأدرى، وهو الأدرى أو العالم بكل أمور الفريق، سواء حالة اللعيبة البدنية، حالة اللعيبة الفنية، وحالة اللعيبة النفسية. وحالة اللعيبة النفسية، أنا كمدير فني أو مستر كولر كمدير فني بيبص بنظرة تانية غير نظرتنا إحنا. إحنا ممكن نختلف معاه في بعض الأمور زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، ولكن هو ليه رؤية خاصة، هو ليه رؤية تانية، وهو الأدرى لأن هو اللي جوه. هو اللي جوه الملعب مع اللعيبة، هو الأدرى بحالة اللعيبة. ما بتبقاش حالة فنية بس، ما بتبقاش حالة بدنية بس، ما بتبقاش حالة نفسية بس، الأمور كلها مجتمعة، الفنية، الفني والبدني والنفسي. عشان كده في الآخر خالص بنقول إيه؟ هو ليه رؤية خاصة غير رؤيتنا. قد نختلف أو نتفق، ولكن يبقى القرار النهائي للمدير الفني. طيب. زي ما قلنا مباراة صعبة، النادي الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات بإذن الله. النادي الأهلي
الشوط الثاني قدم مباراه جيده في مباراه الجون، وتقريبا الشوط الثاني كان وان سايد جيم، يعني كنا بنلعب في ملعب الجون، نص ملعب الجون. نادي الاهلي استعاد بعض اللعيبه الماتش اللي فات، شفنا تالق محمود متولي واحرز هدف وكان نجم المباراه، شفنا عوده كهربا ونزل وقت بسيط، بالرغم الوقت البسيط اللي هو نزله انما هو عمل خطوره كبيره على مرمى الجونه، قدر انه يسجل من ركله جزاء. وبمناسبه ركلات الجزاء كان في سؤال لمستر كولر في المؤتمر الصحفي وبيقولوا له طب ازاي كان علي معلول جوه الملعب ولما جت البينالتي كهربا اللي خد الكره وراح حطها؟ فقال لهم هو مين اللي قال ان علي معلول نمره واحد؟ الفلسفه او الفكر اتغير. هو بيقول شايف مين اللي جوه الملعب يقدر يشوط ركله الجزاء اللي بتيجي، فهو بيقول انا بحدد مين اللي يشوط. اذا الامور برضو راجعه للمدير الفني، عشان لما تيجي بينالتي الله امال فين علي معلول؟ هو مستر كولر قال كده في المؤتمر، لا خلاص هو غير الاستراتيجيه، غير الفكر. عشان كده علي معلول كان جوه الملعب، وكان الماتش اللي فات لبس شارة النادي الاهلي اجمل واحلى تتويج لمشوار علي معلول مع النادي الاهلي. الماتش اللي فات لما لبس شارة النادي الاهلي لما طلع كريم ندفت، حاجه ما يحسهاش غير اللي لبس فانيله الاهلي وعرق وتعب ولبس شارة الكابتنه. حاجه لا مش عايز اقول لك، تعادل كانك خدت بطوله. لا وبطوله ايه؟ بطوله يعني ما بتتكررش كتير، ما بتتكررش كتير. فده كان تتويج لمشوار علي معلول مع النادي الاهلي. تعال نروح نستقبل المحلل الرقمي محمد البازي، كلمنا عن ارقام تخص مباراه النهارده والفرقتين، ولكن بعد الفاصل.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بالزميل العزيز محمد الباز عشان يكلمنا بقى عن ارقام مباراه اليوم. منورنا يا محمد. مساء الخير يا كابتن ايمن، مساء الخير على حضرتك وجمهور النادي الاهلي جميعا. يعني النهارده الارقام شويه عند النادي الاتحاد مختلفه عن المباراتين اللي قبل كده. كويس. الاتحاد شويه عنده نقدر نقول توازن ما بين في النتائج، توازن ما بين استقبال الاهداف واحراز الاهداف. بنتكلم على فريق عنده طبعا خط هجوم يعني جيد جدا، عنده يعني اكتر من حد بيشارك في عدد الاهداف اللي هو بيحرزها. لو نتكلم يا كابتن ايمن في ال 20 مباراه اللي لعبهم الاتحاد خسر 28 نقطه، فدايما هو عنده التوازن دوت. 28 نقطه اللي هو خسرهم مقارنه بالفرقتين يعني تقريبا المتساوي معاهم، سواء كان بنتكلم على زد او بنتكلم على انبي، يعني هو مقارب بعدد مباريات الفوز. فبالتالي زي ما كنا بنتكلم ان هو في ال 20 مباراه استقبل في 14 مباراه وعنده 6 كلين شيت. ولكن على ناحيه الدفاع لا، بيستقبل اهداف كثيره، فعنده مشاكل على في خط الدفاع واضحه بالارقام. كويس. فريق ما بيلعبش الشورت باصص بشكل كبير، فريق صحيح. عنده مشاكل في حتى في التمريرات الدقيقه ودقتها في البيلد اب، ما عنده مش ملوش ملامح بشكل كبير لان ده مش اسلوب الكابتن طارق العشري. مظبوط، وده بيعكس كلام حضرتك كنت بتوصف اسلوب كابتن طارق العشري طبعا الناحيه الدفاعيه، يعني اللي هي الاجريسيف بشكل كبير جدا، بنشوفه قدام الفرق الكبيره بيقلب لخمسة أربعة واحد وبيعمل تكتلات دفاعيه بشكل كبير جدا. صحيح. وبيضربوا بكورات بينيه ومتمرات يعني اختراقات من العمق بشكل واضح جدا وسهل جدا. وده هنعرضه ببعض الحالات، ولكن خلينا نبص على ارقام من فريق الاتحاد ونترجم الناحيه الفنيه عندهم نقاط القوه ونقاط الضعف ظاهره ازاي. ماشي. لعبوا طبعا زي ما احنا عارفين 20 مباراه، مش هنقارن برضو لان احنا لسه النادي الاهلي عنده مؤجلات، بنتكلم في 13 مباراه للنادي الاهلي. الفوز عند الاتحاد، فازوا في 8 مباريات، خساره في 4 مباريات وتعادل في 8 مباريات. الناحيه الثانيه الاهلي طبعا 8 فوز 2 خساره و3 تعادل زي ما بنقول. بالنسبه للنادي الاهلي بما فيهم عشان بس نوضح، الفوز في المباراتين الاخرانيين قدام الاسماعيلي والجونه ما كانتش مباريات مؤجله من الدور الاول. مظبوط. المباريات دي في موعدها الحقيقي في الدور الثاني. صحيح. تقريبا هي المباراه للاتحاد اللي هي بالظبط المباراه المؤجله من الاسبوع التاسع. فعشان كده كابتن النتائج بنقول ان الاتحاد تقريبا عنده توازن مقارنه بفرق الدوري الاخرى زي ما كنا بنتكلم بزد وانبي وقريب برضو من المصري. اللي هما طبعا بيحتلوا الاول 5 فرق في الترتيب حتى الان، الاتحاد طبعا الخامس بفرق يعني اهداف او فرق نقطه واحده عن الفرق الثانيه. الترتيب زي ما بنقول اهوت 5 من 32 نقطه، خسر طبعا 28 نقطه في ال 20 مباراه. بالنادي الاهلي ترتيب رقم 10 طبعا ب 27 نقطه من ال 13 مباراه. ده كده بشكل عام عن الفرقتين. تعال بقى نخش نشوف الناحيه الهجوميه. الفرقتين من الناحيه الهجوميه شكلهم عامل ازاي يا كابتن ايمن؟ الاتحاد 26 هدف في ال 20 مباراه، ده بيقول لك المعدل التهديفي ضعيف جدا، يعني 1.3 في المباراه الواحده، وده رقم مقارنه بالنادي الاهلي. النادي الاهلي هو اقوى فريق من ناحيه المعدلات التهديفيه بالمباراه الواحده، لان الاهلي 29 هدف في طبعا ال 13 مباراه السابقه، فبالتالي نسبه المعدل التهديفي عند الاهلي اعلى 2.3 او 2.5. بالنسبه للاهداف الاكس جي المتوقعه عند الاهلي 34، يعني كان ممكن نصل ل 34 هدف، عند الاتحاد 38 هدف. عايز اقول لحضرتك 38 هدف دول عند الاتحاد هو من الفرق اللي هي عندها تحويل الفرص لاهداف عالي، يعني نسبه اضاعه الفرص عندهم مش كبيره. ده بيقول لك ان هو بيسرق من انصاف الفرص، يعني عندهم مبلولو هداف الفريق بالظبط 10، حتى بوتينج ده 5 وعنده مساهمات باثنين اسيست، نفس الكلام في مبلولو. فبالتالي الرقم ده بيقول لنا ان عندهم لعيبه ممكن تخلص من انصاف الفرص، وفعلا طبقا للارقام ما بيضيعوش فرص كبيره جدا. صحيح. غير النادي الاهلي معدلات تهديفيه عاليه، عنده فرص كبيره جدا، بالتالي كان ممكن نصل ل 34 هدف. الركنيات 94 ركنية للنادي الأهلي، يعني معدل 7 بالمباراة الواحدة، وده أعلى فريق في الدوري العام حتى الآن في معدلات أو عدد الركنيات بالمباراة الواحدة. ناحية تانية عند الاتحاد من أقل الفرق في الركنيات والكروسات برضه هنشوفها، لأنه بيصل ل 3.8، يعني تقريبا 4 ركنيات في المباراة الواحدة. أيوه. عمل 76 ركنية في ال 20 مباراة حتى الآن. بس خلي بالك من مفاتيح لعبه كمان في الخط الأمامي رميات التماس. صحيح.
يعني غير الركنيات. صح، رميات التماس عنده بيرميها سليفو مورو بطريقه كانها اقوى من الركله الركنيه. صحيح، سليفو مورو فعلا من اللعيبه الارتكاز اللي بيشارك بيساهم بكور كتيره جدا، ولكن بصينا برضو على ارقام سليفو مورو اللونج بول ما بيساهمش بشكل كبير جدا فيها. فهو بيلعب بايده احسن من رجله. صحيح، يعني دايما بيساهم مثلا بالايد. عندهم اربع اهداف بس بالهيدنج او بالراس يعني بالمناسبه، وعندهم اربع اهداف ضربات جزاء. يعني خلينا نقول ان هو فعلا فريق ما بيعملش ركنيات كتيره بالمباراه. نفس الكلام عنده الاسيست 14 اسيست، ده برضو رقم جيد جدا في معدل التهديف اللي هم احرزوه 26 هدف. ناحية الثانيه الاهلي 23 اسيست. التمريرات المفتاحيه دايما النادي الاهلي عنده طبعا تمريرات مفتاحيه كثيره جدا بتصل ل 10 و 12 كمان، شفناها في بعض المباريات 128 حتى الان في 13 مباراه. الناحيه الثانيه 112 تمريره مفتاحيه عند الاتحاد، يعني معدل 5 أو 6 بالمباراه الواحده. ده الشكل الهجومي. تعال نشوف بقى تحويل الفرص لاهداف زي ما كنت بقول لحضرتك. لا يعني احنا بنتكلم مش بنتكلم على الاتحاد يا شباب، يعني 12% الاتحاد 12% من تحويل الفرص لاهداف، النادي الاهلي 15%. زي الرقم ده بيعكس الاكس جي اللي احنا شفناه كابتن ايمن، ونسب اضاعه الاتحاد او لاعبي الاتحاد للفرص مش كبيره جدا. فبالتالي 12% ده مقارنه بالفرق الاخرى في الدوري اللي بنشوفها 8% 9%، لا رقم جيد جدا. صحيح، ولازم ناخد بالنا منه من الناحيه الهجوميه زي ما حضرتك وصفت ان عنده لعيبه بتشتغل كويس جدا. زي ما احنا اتكلمنا تسديدات بالمباراه 10 تسديدات في المباراه الواحده، 3 بتبقى اون تارجت يعني بيشكلوا خطوره، الدقه بتصل ل 36%. الناحيه الثانيه عند النادي الاهلي هو من اكثر الفرق طبعا تسديدا على المباراه في المباراه الواحده، بيصل ل 14 و15 تسديده منهم 5 على الثلاث خشبات بدقه 35%. اهداف بقى من داخل منطقه الجزاء، النادي الاهلي احرز طبعا زي ما احنا عارفين 29 هدف، 26 هدف منهم من داخل منطقه الجزاء من واقع 129 تسديده. الناحيه الثانيه عايز اقول لحضرتك ان هو من خارج منطقه الجزاء عند النادي الاهلي في 3 اهداف من خارج منطقه الجزاء من واقع 68 تسديده. 68 تسديده من خارج منطقه الجزاء احرزها منهم 3 اهداف فقط. فاحنا قوتنا دايما جوه منطقه الجزاء، داخل منطقه الجزاء. الناحيه الثانيه عند النادي الاتحاد نفس الكلام، عنده 132 تسديده من داخل منطقه الجزاء، جاب منهم 22 جول من طبعا ال 26 جول، في 4 اهداف زي ما قلنا، طبعا ضربات الجزاء محسوبه من داخل منطقه الجزاء، ولكن هو عنده هدفين من واقع 79 تسديده من خارج منطقه الجزاء. ده برضو معدل بيقول لحضرتك ان التسديدات من خارج منطقه الجزاء عند نادي الاتحاد لا تشكل خطوره بشكل كبير جدا. العرضيات بالمباراه هو بيصل لل 20 عرضيه بالمباراه، يعني بدقه 25%، يعني مقاربه من النادي الاهلي اللي بيعمل 22 عرضيه او كروس في المباراه الواحده بدقه 24%. يبقى هم عندهم عرضيات كثيره ولكن ركنيات قليله. صحيح. الاستحواذ من اقل الفرق طبعا في الاستحواذ نادي الاتحاد 44%، ولكن هو رقم جيد مقارنه بالفرق الاخرى. دايما بنقول عندهم توازن في بعض الارقام، نادي الاهلي بيصل ل 60% استحواذ، ده طبعا المتوسط على عدد المباريات كلها. التمريرات الصحيحه اهو، الاتحاد من ثالث اقل فريق من التمريرات في المباراه الواحده. صح. والتمريرات الصحيحه اللونج بس، اللونج بول كثيره جدا، يعني 240 تمريره صحيحه بدقه ضعيفه جدا 69%، وده اللي بينعكس على البيلد اب والتحضير عنده. دايما ما بنشوفش الشورت باسس عندهم او تمريرات كثيره في الناحيه الثانيه. الاهلي 475 وده من اعلى الارقام بدقه 84%. التمريرات الطوليه زي ما حضرتك وصفت بالظبط 57 وبصل 60 تمريره في المباراه الواحده. اللونج بول عندهم كتير جدا دقته 34%، الناحيه الثانيه عند الاهلي 39 بدقه 47%. استقبلوا 24 هدف في ال 20 مباراه، وكان ممكن يستقبلوا 52 هدف من واقع كميه التسديدات على مرماهم، وكان الاهداف المستقبل المتوقع يصل 52 هدف. الناحيه الثانيه الاهلي 14 هدف في ال 13 مباراه، واحنا يعتبر دلوقتي بال 14 هدف اللي احنا مش راضيين عنهم دايما بنقول كده ان تاني اقوى خط دفاع في الدوري العام حتى الان، يعني اقل الفرق استقبالا ولكن مقارنه بعدد المباريات الاهلي الافضل. الناحيه الثانيه شباك نظيفه زي ما كنا بنقول 5، انا اعتقد كمان 6 كمان، وصلوا 6 يعني عدى الرقم ده 6 كلين شيت من ال 20 مباراه، فاستقبلوا اهداف في ال 14 مباراه، والنادي الاهلي 4. خسرت الكره بالمباراه 42 مره، 38 مره عند النادي الاهلي، ولكن 42 مره عند الاتحاد، ومعظمهم طبعا تحت ضغط عالي بيخسروا بيه الكره والالتحامات الهوائيه. اعتراضات عندهم بشكل كبير جدا، 7 في المباراه الواحده
ولكن عندهم ابعاد الكره من الخلف بشكل فيه يعني كميه كبيره جدا بالكرات 20 مره في المباراه، وهو من اضعف الفرق في او من اكثر الفرق ابعادا للكره. ده معناه بيدلل ان هو عنده مشاكل في الناحيه الدفاعيه. الناحيه الثانيه النادي الاهلي يعني من افضل الفرق في ابعاد الكره من الخلف 11 مره فقط. استعاده الكره بالمباراه طبعا عندهم البور ريكفري 84 مره، وبيعملوا بول ون ويكسبوا الكره 122 مره في المباراه الواحده. ده بيقول لك ان هو عنده لعيبه زي ما حضرتك وصفت في الانترو، معدلات العمرية عندهم والسنية عندهم قليلة أو صغيرين، فعندهم المعدلات الجري عندهم عالي جدا. يعني مورو سليف من الناس اللي بتشارك وبتجري كتير جدا. ده الشكل العام بالنسبة للناحية الهجومية والناحية الدفاعية عند يعني عند الفريقين. بتورينا طبعا النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها عند الاتحاد، مشاكل في الناحية الدفاعية بشكل كبير جدا، ولكن هو من أسهل الفرق اللي بتتضرب من العمق زي الجونة بالظبط. خلينا نتفرج على بعض الحالات يا كابتن ايمن اللي بتورينا النهارده وبتشير الفريق الاتحاد الفرق الخصم في اخر مباريات. احنا عارفين هو زي ما حضرتك قلت 5 مباريات عنده 2 خساره و2 تعادل، وعنده فوز وحيد على البلديه 2-1، والبلديه من اضعف الفرق. دايما الشبات اللي بتتلعب لونج بول في خط الخلف، ده ماتش الزمالك. شوف يا كابتن، احنا بنتكلم على 3 لعيبه من الاتحاد في الخط ورا خالص اهو، ومعاهم لاعب واحد من نادي الزمالك. خلاص الرقابه تبدو كويسه يعني، حتى في نص الملعب 2 على 2. ولكن هنا بقى التركايه، الشبات اللي بتتلعب في ظهر مدافعي الاتحاد بتشكل خطوره بشكل كبير جدا، وده نقطه من نقاط الضعف عنده. نكمل الكره اتلعبت لونج بول في ظهرهم، على طول نزلت عند زيزو كمل بيها، وبقى اصبح في مواجهه المرمى واحرز هدف لنادي الزمالك. طيب عايزين بقى نشوف المثال ده، هل المثال ده بيتكرر؟ يعني ده خلاص راح على المرمى واحرز هدف. خلينا بقى نشوف مثال تاني نفس الكلام. بص شفت يا كابتن من العمق، يعني الكره اللي فاتت كانت من الطرف من ناحيه اليمين، حتى برضو في العمق كتير جدا عندهم مشكله فيها. يبدو التمركز عندهم يبدو ان هو صحيح، عندهم دايما زياده عدديه، ولكن الكره لما بتتلعب شوف يا كابتن نظريا بس نظريا تطبيق بقى على الارض، الكره بتتلعب اي تشيب صغير كده من خلف المدافعين بيتضرب بسهوله جدا، ما بيعرفوش يسيطروا، الكنترولنج عندهم ضعيف جدا على الكره والناس. خلاص اتضربت اصبح في مواجهه مرمى واحرز هدف. ده مثال تاني اهوت للاختراقات من العمق. تعال نشوف امثله في المباريات التانيه. ده مباراه سيراميكا كليوباترا، الكرة اتلعبت هنا بكل سهولة جدا، يعني دي كانت على فكرة مرتدة، الكرة اتلعبت شوف يا كابتن في الظهر، خط الظهر عندهم فيه مساحات كبيرة، ولكن برضو عندهم زيادة عددية، ومع ذلك بيتضربوا الكرة كانت لونج بول أو بينيات بالظبط، سواء كانت على الأرض أو تشباية أو لونج بول، بتنزل على طول بيبقى في مواجهة المرمى، يعني لو كملنا أحرز منها هدف. تعال نشوف بقى مباراة الإسماعيلي، نفس الكلام كوبي بيست، احنا عرضنا تشبات على عالية شوية أو لونج بول، وهنا على الارض اختراق من العمق على الارض بتشكل خطوره كبيره جدا. ده مباراه الاسماعيلي، ده ماتش 1-1، ده الماتش اللي هو التعادل 1-1 مظبوط في اخر 5 مباريات. فعلا شوف يا كابتن، هو عنده زياده عدديه 2 على 2 هنا، ولكن الكره اتلعبت بسهوله جدا، اصبح في مواجهه المرمى على الارض، اصبح يعني لاعب الاسماعيلي في مواجهه المهدي سليمان طبعا، واحرز هدف للاسماعيلي، كان هدف التعادل. معدلات الاتحاد بيستقبل اهداف دايما في اخر ربع ساعه في الشوط الاول واخر ربع ساعه في الشوط الثاني. ليه؟ لان هما دايما حضرتك عارف الفرق الدفاعيه وبتلعب بشكل دفاعي ما بتمسكش بالظبط، نسبه التماسك والكنترولنج عنده ما بيقدرش ان هو يكمل بيها حتى ال 45 دقيقه، وده اللي ظهر عند الاتحاد. ده بشكل عام كده ارقام الاتحاد ومعظم نقاط الضعف عندهم، ونقاط القوه اشرنا اليها بالارقام في اللعيبه اللي عندهم طبعا بواتينج او طبعا مابولولو هدافين الدوري، يعني عاملين شغل عالي جدا وبيستغلوا انصاف الفرص، ونسب تحويل الفرص لاهداف عندهم عالي جدا، ونسب اضاعه الفرص مش كبيره، وده بيدلل ان هم عندهم لعيبه بتصنع او بتحرز اهداف من انصاف الفرص، ولازم ناخد بالنا منها ان شاء الله. يعني ده شكل عام عن ان شاء الله النادي الاهلي هو اللي يسجل النهارده من انصاف الفرص. اكيد ان شاء الله لينا لقاء بعد المباراه، والنادي الاهلي هو اللي كسبان وواخد 3 نقاط باذن الله. تارجت مهم نخلص النهارده على خير يوم السبت، نروح بقى افريقيا ان شاء الله ربنا باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا يا باشا، شرفتنا. شكرا. طبعا بس كلمنا عن الارقام، وزي ما احنا عارفين احنا كجماهير عارفين اسلوب وطريقه لعب الكابتن طارق العشري، خصوصا لما بيلاعب الانديه الكبار وبخاصة النادي الأهلي. أسلوب لعب ما بيتغيرش، عنده قوة هجومية في الخط الأمامي، هو بيعتمد على مابولولو، ولكن كمان عنده لعيبة بتعرف تجيب جول من نص الملعب، يعني عنده عبد الغني محمد لعيب كويس لعيب شاب
لعيب امكانياته كويسه جدا، بيعرف يجيب جول، هو اللي جاب الجول الثاني في ماتش بلديه المحله، جول المكسب. بيكمل عنده احمد عادل مهاري ولعيب سريع الحركه برضو بيكمل. فهم عندهم في الخط الامامي عندهم قوه عكس الارقام زي ما قال الباز في الخط الدفاعي. يتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقفل عليهم في مفاتيح القوه، خصوصا الخط الامامي اللي هو اصلا مصدر الخطوره، ويستغل ان شاء الله الثغرات او ضعف خط الدفاع. بيشرفنا الان خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث. منورنا يا كابتن. تحياتي للكابتن الاهلي وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. نتمنى في البدايه زي ما بنقول دايما، نتمنى التوفيق ان شاء الله النهارده لطاقم التحكيم بالكامل، سواء كانوا حكام الميدان او حكام الفار. كابتن ايمن، قبل ما نروح لطاقم التحكيم محمد معروف، بنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، هو عنصر التحايل في القانون. ومن خلال قناه النادي الاهلي احنا بنتكلم وبنشرح كمان وبنفسر للناس للجماهير الثقافه التحكيميه. حابب ان انا اتكلم النهارده في موضوع التحايل ده، مهم قوي لان دي بقت ظاهره يعني اختلطت على البعض. واحنا اتكلمنا عليه برضو المره اللي فاتت بتفتكر حضرتك. انا بقول التحايل يا كابتن، يعني ايه التحايل يا كابتن؟ التحايل يعني في لاعب بيحاول ياخد حاجه هي مش من حقه. سريعا كده اربع عناصر للتحايل بنتكلم فيهم، بنفهمهم للحكام دايما، بنقول لهم عنصر مهم قوي. اول عنصر في التحايل ان اللاعب بيدخل منطقه الجزاء ما بيبقاش في تلامس خالص وبيخش يعمل السكوت، وبالتالي ده اول نوع من نوع التحايل. النوع الثاني، وده طبعا بيعاقب عليه القانون بركله حره غير مباشره والسلوك الغير رياضي وبطاقه صفر. ثاني حاجه بنتكلم فيها وهو اللاعب المهاجم بيحاول استغلال التلامس. التلامس يعني ايه؟ يعني اللاعب يحط ايديه المهاجم، يعني هو بيستغل تلامس بسيط او بيعمل سكوت، وبالتالي ده نوع ثاني من التحايل. احنا قلنا اربع انواع للتحايل. التحايل الثالث يا كابتن، ودي اعتبارات بنقولها للحكام ليه؟ عشان يشتغل عليها، عشان لما يجي يدي بطاقه صفراء تبقى بطاقه مستحقه. ثالث نوع من التحايل ايه هو؟ ان اللاعب المهاجم هو اللي بيصنع المخالفه. يعني ايمن شوقي انت كنت مهاجم، تدخل منطقه الجزاء، انت اللي بتودي رجليك ناحيه المدافع، انت اللي بتوديها ناحيه المدافع عشان ايه؟ عشان يحصل سكوت، عشان الحكم يديك حق مش من حقك. اخر حاجه مهمه جدا، ان المهاجم يتوقع خطا المدافع. ايمن شوقي داخل وتتوقع ان في خطا من المدافع فبتعمل السكوت، وبالتالي دول اربع انواع من التحايل بنقولهم لحكامنا. في النهايه بنقول لهم ايه؟ لو ما فيش تلامس خالص خلي اللعب يتواصل افضل، انك انت تدي بطاقه صفراء او بطاقه حمراء تعمل مشكله للاعب. ده بس انا حبيت اقول مفهوم التحايل من خلال قناه النادي الاهلي، ونقول كمان احنا فذكر للحكام ان دي بقت ظاهره وفيها مشاكل كثيره جدا، نتمنى ان شاء الله ما تتكررش بعد كده في المباراه اللي جايه. هو السؤال هنا، الحكام الدوليين او الحكام اللي عندهم خبرات مش عارفين يعني ايه التحايل؟ كابتن بص، احنا كنا في لجنه الحكام اللي كنت شغال، كنا دايما بنشتغل يا كابتن ايمن، حتى بنشتغل حتى مع الحكام الدوليين، لازم تشتغل في الملعب وتجيب العاب زي اللعيبه كده ما بتعمل، ونجيب العاب ونجيب فريقين ونخليه ينزل يحكم ونخليه يعيش المواقف دي كلها. نفكر وذاكر وذاكر كابتن. النهارده الحكم اللي مش هيجتهد ويهتم ويركز يبعد يقعد. طب استاذن حضرتك سريعا يا كابتن، نقول بس تشكيل النادي الاهلي. تشكيل النادي الاهلي لمباراه اليوم: مصطفى شوبير لحراسه المرمى، ومحمد هاني ظهير ايمن، عمر كمال عبد الواحد ظهير ايسر، وقلبي الدفاع رامي ربيعه محمد عبد المنعم. ثلاثي خط الوسط: اكرم توفيق مروان عطيه امام عاشور، اكرم توفيق مروان عطيه وامام عاشور. وثلاثي المقدمه هيبقى حسين الشحات، وناحيه اليمين هيبقى رضا سليم وراس الحربه وسام ابو علي. حسين الشحات، رضا سليم، وسام ابو علي. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده ان شاء الله لتحقيق الفوز. اتفضل يا كابتن. تمام يا كابتن. احنا كده قلنا يا جماعه التحايل ما تديش بطاقه صفراء الا لما يكون ما فيش تنافس خالص يا كابتن. لما في تنافس او في احتكاك لا، دي ما فيش فيها انذار. انا بس حبيت الخص من خلال قناه الاهلي احنا بنشرح لحكامنا اللي يمكن ما عندهمش الخلفيه او اللي هم نسوا شويه الاعتبارات بتاعه التحايل. هروح لطاقم التحكيم النهارده محمد معروف، حكم دولي طبعا لا غبار عليه، ادار مباراه في بطوله الامم الافريقيه وادارها بشكل كويس قوي قوي. تم اختياره كابتن ايمن من ضمن الحكام اللي هي القائمه الاولى اللي مرشحه لكاس العالم، وراح عمل معسكر هو وكابتن ايمن عمر
الاثنين عندهم فرصه كويسه قوي انه حد فيهم يتواجد او هم الاثنين يتواجدوا، هيبقى شرف كبير جدا لمصر ان يكون فيها اثنين حكام في مرشح لكاس العالم. محمد معروف النهارده عمل يعني ريكورد كويس قوي في الدوري سواء المحلي او المباراه الافريقيه. لعب كام مباراه عندنا النهارده في الدوري؟ محمد معروف لعب المباراه اللي هي الاهلي والاتحاد، دي اول مباراه ليه يا كابتن ايمن، اول مباراه ليه هذا الموسم للنادي الاهلي. تاني اول مباراه كل مره تقول لنا كده، اول مباراه ما هي الاحصائيات كلها عندي. اول مباراه واتمنى طبعا ليه التوفيق النهارده، ربنا يوفقه ويكرمه هو وطاقم التحكيم بالكامل. دي مباراه اول مباراه لمحمد معروف للنادي الاهلي هذا الموسم. ادار في دوري السوبر مباراه النادي الاهلي وسيراميكا اللي هو كان بيتلعب خارج مصر، ادار مباراه الاهلي وسيراميكا اللي الاهلي فاز فيها بهدف لا شيء. النهارده هو عنده اختبارات صعبه عندنا اهو. محمد معروف المساعد الاول شريف عبد الله من الحكام يا كابتن ايمن اللي يعني مش محظوظ، كان المفروض يبقى دولي. شريف عبد الله ده حكم مساعد هايل جدا من منطقه القاهره. مساعد ثاني عدي عيد من سينا يعتبر من منطقه محمد معروف، الاثنين من سينا. حكم رابع احمد حمدي وحكم في دوري ممتاز طبعا، حكم لا غبار عليه. عندنا حكمين في تقنيه الفيديو ماشيين كويس لحتى هذه اللحظه، عبد العزيز السيد فار، وعندنا محمد عباس ابيل ايفوار، دول طاقم التحكيم. هرجع لمحمد معروف، بنقول النهارده محمد مباراه صعبه، تاني بقول مباراه صعبه والاحداث اللي فاتت يعني صعبتها عليك اكتر. النهارده مطلوب منك ايه؟ مش هقول العداله لان العداله ده شيء المفروض يكون موجود أساسي. يعني ما نقدرش نتكلم في العداله يا كابتن، ان ده المفروض يكون موجوده في طاقم التحكيم، ولكن هطلب منك تركيز، الاهتمام، تاديت مستوى تحكيمي كويس، التقديم مردود كويس قوي في الفتره ديت، مهم قوي ليك انت كحكم لان انت عندك الاهداف. مظبوط، انت خارج هتطلع ودوافع كتيره جدا صحيح. ان شاء الله انا اتوقع ويمكن افكرك بعد الماتش ان شاء الله باذن الله محمد هيعمل مباراه كويسه قوي النهارده هو وطاقم التحكيم. بنتكلم على شريف عبد الله الحكم المساعد، ايضا شريف ما عندوش مشاكل خالص وما عندوش اخطاء تحكيميه، عدي من الممتازين من الحكام الممتازين، الحكم رابع احمد حمدي كويس، والفار النهارده اثنين كويسين على تقنيه الفار. تاني كابتن ايمن، دايما احنا مع الحكام، قناة الأهلي مع الحكام ومساندين وداعمين دايما لآخر فترة. أخطاء تحكيمية هتبقى موجودة ولكن نطور من أدائنا، نطور ونهتم ونشتغل مع حكامنا. مهم جدا إنك أنت تشتغل مع حكامك كابتن أيمن، مش مهم إنك أنت تديله مباراة وبعدين تعمل لا نشتغل مع حكامنا إن شاء الله بإذن الله يكون التحكيم في الفترة الجاية ليه دور كبير جدا في يعني تقديم انطباع كويس للحكام. وبعد المباراة النهاردة إن شاء الله نتمنى ان احنا نتكلم في الايجابيات التحكيميه وليس السلبيات التحكيميه كابتن ايمن، وبالتوفيق طبعا للنادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري النهارده ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا واللي جواه كله ما طلعش. لينا لقاء اخر بعد المباراه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. شكرا كابتن ناصر. طبعا شفنا الكابتن ناصر، وممكن انا عايز اقول حاجه، احنا مع حكامنا وبنساند حكام، بس لما نشوف اخطاء لازم نتكلم فيها، مش هنسكت ومش هنسكت لو ما خدناش حقنا، ولو بقيه الفرق برضو ما خدتش حقها، ولو في فرق خدت حق زياده برضو مش هنسكت، هنتكلم، لان دي اتكلمنا فيها قبل كده وعانينا منها قبل كده، وبنشوف الحكام دي المصريين بيجيدوا بره بصوره كبيره، ولما يرجعوا هنا شكل تاني. هل في سبب؟ هنتكلم لو في اخطاء، هنتكلم وما بنقولش تعمد، لحد دلوقتي ما بنقولش تعمد، بنقول ان في اخطاء لازم نتكلم في الاخطاء، لازم نتكلم في الاخطاء، مش هنسكت. اديني حقي، ادي الفرقه الثانيه حقها، لان انت كده بتظلم فرق على حساب فرق، بتدي فرق حق اكتر من حقها. ولينا كلام بعد كده. خلصت كلامي، هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل نجومنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن ماهر همام، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. انتظرونا.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن ماهر همام. منورنا يا كابتن ايمن. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. كابتن شريف عبد المنعم منورنا يا كابتن. كابتن ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. كابتن اسامه عراب منورنا. الله يخليك. كابتن احمد بلال منورنا يا كابتن. ازيك يا ابو كبايت؟ الله يخليك. وحشني والله. وانت اكتر والله يا ابو. طيب نقول تشكيل النادي الاهلي سريعا قبل ما ندخل في اجواء المباراه النهارده. حراسه المرمى مصطفى شوبير، ظهير ايمن محمد هاني، ظهير ايسر عمر كمال عبد الواحد، وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. مره ثانيه محمد هاني حرس اللي مصطفى شوبير حارس المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، وعمر كمال ظهير ايسر، وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. ثلاثي خط الوسط مروان عطيه، اكرم توفيق، امام عاشور، وثلاثي المقدمه حسين الشحات ورضا سليم ووسام ابو علي. كابتن ماهر، فوز كبير المباراه اللي فاتت النادي الاهلي على الجونه، واداء جيد خصوصا الشوط الثاني، استحق بيه الثلاث نقاط عن جداره. النهارده النادي الاهلي بيسعى لاضافه ثلاث نقاط اخرى ان شاء الله، وخصوصا ان دي مباراه مؤجله من الدور الاول الجوله التاسعه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهارده. مباراه الجونه احنا استمتعنا بيها من خلال اداء لعيبه النادي الاهلي، وخصوصا في الشوط الثاني. بالظبط ثلاث اهداف من اجمل الاهداف اللي شفناها، تصويبه من خارج ال 18 لامام عاشور، ثم طبعا الكورنر اللي اتعمل على الزاويه القريبه وسام شارك فيها، ومتولي المدافع قدر يكمل الهدف الثاني بضربه راس، ثم الهدف الثالث ضربه جزاء مهاره فرديه عرقله لحسين الشحات، ضربه جزاء تصدى ليها كهرباء الهدف الثالث. فعلا الاهلي يستحق الثلاث نقاط واداء مميز في مباراه الجونه. النهارده امل بتختلف بقى، الجونه بتختلف عن الاتحاد. الاتحاد النهارده تقدر تقول عنده دوافع بشكل كبير جدا، نقطه بالنسبه له مهمه جدا عشان يخش في الصراع في المربع بالظبط مع الاربعه الكبار في البطولات الافريقيه. فالنهارده هنقابل خصم قوي جدا من خلال رئاسة النادي محمد مصلحي، الدعم الكبير جدا والمساندة الكبيرة جدا لنادي الاتحاد، واحنا شايفين المساندة ديت مأثرة معاهم في نتائجهم بشكل إيجابي بشكل كبير. معاهم مدرب نادي الاتحاد، مدرب قوي كمان طارق العشري، من المدربين عندهم خبرات بيعرف يتعامل مع النادي الاهلي في المباريات اللي بالشكل ده. جماهير الاتحاد سيدي البلد من الجماهير العظيمه اللي بتساند فرقها بشكل كبير. فالنهارده صراع كبير جدا بين نادي الاتحاد والنادي الاهلي، وطبعا هنتكلم على الفنيات وهنتكلم على اسلوب اللعب والاستراتيجيه بالنسبه للفرقتين. لكن النهارده نتمنى ان شاء الله للنادي الاهلي ثلاث نقاط واداء مميز باذن الله. باذن الله رب العالمين. كابتن ماهر، مباراه من مؤجلات النادي الاهلي اللي النادي الاهلي مطالب بالفوز فيها، زي ما قلنا ان الدوري احتمال يستمر لحد اغسطس نصه واخره بدايه سبتمبر مش عارفين، فممكن نلجا لفتره الدور الاول علشان مشاركه الانديه في البطولات الافريقيه. النادي الاهلي عنده ست مباريات مؤجله من الدور الاول بما فيهم مباراه الاتحاد النهارده. النادي الاهلي هيحتاج تقريبا 13 نقطه من المباريات ديت علشان يضمن باذن الله رب العالمين اشتراكه في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. نادي الاتحاد اصلا عنده دافع كبير جدا جدا النهارده، هو النهارده لو خد نقطه هيتساوى مع النادي المصري في انهاء مباريات الدور الاول ب 28 نقطه. فرق الاهداف ولكن لا، المواجهات المباشره لصالح نادي الاتحاد، لان اللقاء الوحيد اللي كان بينهم في الدور الاول انتهى لصالح نادي الاتحاد. فمباراه صعبه جدا 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 مع مدير فني كابتن طارق العشري بيعرف يلعب ازاي مع الكبار. ده كلام مظبوط. طب اعمل ايه؟ هو طارق العشري على طول بيقفل ورا، مظبوط، طول حياته، ومن ايام ما كان بيلعب حسام البدري فاكر، وخد ايام ما كان ماسك حرس الحدود بعد الكابتن حجي طولاه، وخد السوبر فهمتني، خد منه ماتش السوبر مره وهنناه بصراحه، وكان عنده سكواد كويس وكان عنده لعيبه وهو محفظهم كويس قوي. النهارده هو يملك خط هجوم جيد جدا وبيعتمد عليه بشكل الفردي، يلا يعني اعملوا لي نتيجه النهارده، ولكن مش بالحجم اللي انت بتتكلم عنه. ان النهارده
انا حاسس ان الجونه كانت عامله شكل وايقاع وسرعات وكلام من ده، وقدر الاهلي بالشكل الفردي، مش هقول لك بالجماعي كمان، بالشكل الفردي وبالامكانيات يتفوق. من التصويب ومن الزياده العدديه ومن الرغبه في احراز هدف ومن رغبه في الفوز، انه يكون موجود في الملعب رغم الضغوط اللي على الفرقه دي والتدوير اللي انت شايفه كل يوم بيحصل في الفرقه والاصابات اللي بتحصل. فمهما كان انا ببص للمنافس. السؤال على السريع، نسبه التدوير لو ما فيش ضغوط في الفتره دي على النادي الاهلي، مستر كورر كان ثبت التيم؟ عمرك ما تقدر تثبت التيم في حاله الاصابات. لا لا، بعيد عن الاصابات. بعيد عن الاصابات، لو الامور ماشيه وانت بتكسب، النادي الاهلي بيكسب ومفيش ضغط المباريات المتتالي، ما هو انت عندك 90 دقيقه كويس. هو متعود اي مدرب في العالم انه بيدخل في اخر 30 دقيقه بعض العناصر اذا كانت راجعه من اصابات او تمام او لعيبه لازم تبقى موجوده معاك عشان حكايه الافريقي. مش عايز تجاوب على، انا بتكلم على التشكيل الاساسي اللي هو انت عندك تشكيل اساسي. لا انا بتكلم لو مفيش ضغوط. طب انا عايز امسك معاك تشكيل اساسي. مفيش مباريات متتاليه. ما انت بتقول لي التشكيل الاساسي اللي هو مين في بالك؟ انا في بالي التشكيل الاساسي مين، يعني هيكون مين؟ هيكون بيرسي تاو ولا رضا سليم؟ هيكون حسين الشحات وأسامة ابو علي ولا حسين الشحات وكهربا؟ التشكيل الاساسي امام عاشور ومروان عطيه ومين الثالث اللي جاي؟ مستر كولر كوكا. كوكا احيانا بيلعب ولا اكرم توفيق بيلعب، هو واخد احسن لاعب وجاب جول. ما هو انت ما انت مش ولا عندك اتنين في السنتر باكس اللي هم كانوا بيلعبوا، بعدين واحد لازم يريح وبعدين دخل متولي وخد احسن وتألق. ما هو انت مش عارف تمسك النهارده بيرجع رامي. انت النهارده حد يقول ان رامي النهارده يرجع؟ وجهه نظر مدير فني. شفت انا وانت فوق في ايه؟ بق واحد. وجهه نظر مدير فني. فانك انت تقول النهارده ان انت عندك تشكيل اساسي بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى صعبه جدا، صعبه جدا على الحالات اللي انت بتمر بيها والاصابات والمستشفيات اللي انت فيهم. طب النهارده انت ما جبتش سيره واحد تاني، انا بعتبره من التشكيل الاساسي بقى. عبد القادر قفش. قفش ما انا عارف انه هيقول قفش. انت فاهم قصدي انا ايه؟ عبد القادر اتعور خلاص بقى. بس خد بالك يا كابتن شريف، هو رجع عبد القادر وبعدين خرج تاني بالاصابه. سوليا رجع، انا مش عارف امسك. بس تعرف يا كابتن، هو في وجود امام بتبقى فرص قفشه ضعيفه شويه. كويس، انت فاهم قصدي؟ في وجود امام فرصه ضعيفه شويه في البدايه، كبدايه اللقاء، على حسب مجريات المباراه والخصم اللي ممكن يلجا في بعض الفترات مثلا في نهايه المباراه ان هو ينزل على حسب سير الماتش. على حسب سير المباراه، على حسب سير الماتش والخصم اللي انت بتلعبه واحتياجات وجهه النظر اللي انت بتحتاجها، اللي انا بحتاجها، المدير الفني شايفها من وجهه نظره. نفس الوقت اللي بيتمرنوا فيه اللعيبه ده راحه يوم ونرجع نتمرن خفيف وبعدين تخش. هتقيم انت في الراحه يوم وتمرين خفيف مستويات لعيبه ولا من الشواهد اللي كانت موجوده قبلها؟ فنرجع نقول لك ايه، التصويبات الخارجيه، الزياده العدديه اللي موجوده، اللي منهم السنتر باك جاب جون، خدت بالك انه عنده رغبه انه يروح يجيب جون وبيجري زي السهم وعينه مركز، ولعيبه تانية في نفس الشكل برضو بتاخد عين لعيبه تانية والشادو هو اللي بيجيبه. عندك كذا حاجه مستجده بالنسبه لك. الاطراف دلوقتي مما كان، اذا كان معلول او هيبقى هاني. كمال او هاني او كمال اكرم، أو اكرم هو ساعات كمان بيلعب ناحيه اليمين. عندك سبورت في كل جناح وفي كل حته، الحاجات دي هي اللي بتديك الشكل اللي انت ممكن تكسب منه، او الشكل اللي انت تبقى متفوق منه، او الشكل انك لما بتتاخر تقدر تعوض منه، الشكل اللي انت رايح على النقطه اللي انت ذكرتها دي. النهارده لازم باذن الله ثلاث نقاط مهمين جدا. طبعا انت فهمتني. بنرجع نقول لك ايه، لعب كويس ما لعبش كويس، المهم عدينا وخدنا الثلاث نقاط في الفتره دي. صح. لان عندك هدف اسمى. مظبوط. اللي هو احنا بنحضر له كل الشغلانه دي اللي هو بعد الماتش اللي جاي، يعني بعد بلديه المحله ان شاء الله، افريقيا بقى والتحضيرات والكلام اللي احنا محتاجين فيها كل اللعيبه، ولو سنتي ولو خمس دقائق ولو 10 دقائق. صحيح. طيب نقول تشكيل نادي الاتحاد النهارده، هيبقى المهدي سليمان لحراسه المرمى، هشام صلاح ظهير ايمن، وده احد نقاط القوه الهجوميه لان بيتقدم كتير وبيعمل عرضيات كتير. كريم الديب ظهير ايسر، وقلبي الدفاع سيف قا ومصطفى ابراهيم، قدامهم مورو سليفو
وقدام مورو سليفو، احمد عيد، عبد الغني محمد، عمر الوحش، خالد الغندور، وفي المقدمه كريستوفر مابولولو. مره تانية المهدي سليمان لحراسه المرمى، هشام صلاح ظهير ايمن، كريم الديب ظهير ايسر، ومصطفى ابراهيم وسيف قا سردباكين. قدامهم مورو سليفو، وقدام مورو سليفو اربعه، احمد عيد، عبد الغني محمد، عمر الوحش، خالد الغندور، وفي المقدمه كريستوفر مابولولو. البدلاء عمر صلاح، محمود شبانه، ناصر ناصر، احمد عادل، شريف رضا، عمرو صلاح، عمرو صالح، بنجامين بواتينج، اسلام ابو سليمه، وفاندر. كابتن اسامه، الكابتن شريف قال لك في الفتره ديت ما نقدرش نقول تشكيل اساسي هو المتواجد للنادي الاهلي دلوقتي بيعتمد عليه بصفه كبيره مستر كولر نتيجه الضغوط والظروف، ولكن مستر كولر بنسبه كبيره جدا 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 حاطط في دماغه او في جزء في دماغه حيز من التفكير لمباراه الترجي، واكيد يعني عامل حسابه على الاقل على 90% من التشكيل اللي هيلعب مباراه الترجي. لكن لا خلينا كمل، انت قلت لي مش شرط يلعب بنفس الاسلوب ولا شرط يلعب بنفس اللعيبه حتى الماتشين الجايين اللي هو ماتش النهارده والماتش الجاي قدام بلديه المحله اللي هم يسبقوا مباراه الترجي مباشره. ماشي. الاول اي فرقه في العالم ليها تشكيل اساسي. كويس قوي صح. اي فرقه في العالم التدوير حسب التدوير استثناء. تمام. التدوير حسب ظروف الفريق وما يمر به من ضغوط. تمام. هل هو مضغوط فمحتاج انه يريح بعض اللعيبه عشان ما يقدروش يوصلوا كل الماتشات في تمام. في وقت ضيق زي ما بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي. طب خليني اكلمك في نقطه عشان انت اتكلمت في حته بعض اللعيبه. هل بعض المراكز بتتطلب مجهود زياده فعشان كده بقول ان هم ليهم الاولويه في عمليه التدوير دول ويريحوا شويه، ولا علشان الاعمار السنيه؟ في كل ده الاعمار السنيه ممكن لما يكون حد سنه كبير متخط ال 30 32 33 34 سنه. انت بتشوف ريال مدريد انشيلوتي بيعمل ايه مع مودريتش؟ هل بيقدر يلعبه كل الماتشات؟ لا لانه راجل داخل في 40 سنه مش هيقدر يلعبه كل 3 و4 ايام ماتش بطوله اوروبا والدوري، بينزله في اوقات معينه وبتاع لانه هو هيستفاد منه في الوقت ده. برضو انت عندك في لعيبه ممكن تكون تتخطى السن الكبير فالضغط عليها بيبقى اشد من واحد عنده 22 23 سنه يقدر يستعمل جهد اكتر. ماشي. ده جزء. طيب. بالنسبه لبعض عدد المراكز حتى الصغيرين لو عدد الماتشات متتالي بشكل كبير قوي زي ما احنا مضغوطين الفتره دي في وقت معين لازم تريحه عشان تستفيد باقصى طاقته في ماتش تاني. فهي عوامل كتيره جدا بس الاساس انه في شكل اساسي للفرقه. تمام. يعني انا يعني طبيعي يعني انت كل ما بتخش على ماتشات مهمه جدا للنادي الاهلي نهائيات ماتش زمالك مش عارف ايه معروف شكل الاهلي بنسبه 90%. صحيح. يعني دلوقتي مثلا في حراسه المرمى دلوقتي هو مصطفى شوبير مثلا. تمام. معروف ان علي معلول هو الباك ليفت، معروف ان محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم هم السرد باكين، معروف ان هاني هو قبل ياسر ابراهيم ما يتعور، ماشي انا بتكلم في الفتره الاخيره خلاص هم دول هاني ان هو الباك رايت، معروف ان مروان عطيه لو موجود وامام عاشور موجودين دول هيبقوا اثنين في نص الملعب، ممكن بقى يضيف واحد ثالث حسب مين هو ظروفه، كوكا، اكرم توفيق، عمرو السولية، قفشه بيغار معه. قدام معروف ان حسين الشحات هو الاساسي في الجناح الايسر ومعروف ان بيرسي تاو هو الاساسي في الجناح الايمن. راس الحربه لسه الراجل محتار، هو كان كهربا نمره واحد ثم مودست ثم الان اسامه ابو علي، لكن في 8 أو 9 من غير ما هم الاساسيين. صحيح. وفي بقى ناس بتخش في مسألة التدوير لما تكون الماتشات زي ما احنا بنعمل كده سبت ثلاث سبت ثلاث سبت اربع ماتشات في 10 ايام غير ماتش الترجي. يعني انت بتتكلم عن القوام الاساسي تقريبا في 8 9 واثنين بيدور حواليهم الكلام. ايوه لكن هو من ال8 9 دول برضو في الماتشات المضغوطة بيريح منهم ناس. يعني هو النهارده عامل 5 تغييرات
صح. الماتش اللي فات عامل 5 تغييرات عن الماتش اللي قبله بالظبط، لانه مش هيقدر يواصل لحد ماتش الترجي. اه صح. فهي حسابات للمدير الفني انه ازاي ياخد اقصى حاجه من كل واحد باقصى طاقه ليه في الوقت المناسب. صحيح. فهو اكيد بيعمل كده دلوقتي عشان حاجتين، يبقى ماشي في الخط بتاع الدوري وبيكسب، وفي نفس الوقت عينه على ماتش الترجي، عينه على ماتش الترجي. صحيح. انه يجهز الناس يخشوا باحسن طاقتهم في مباراه الترجي. طيب خلينا يا كابتن بلال اتكلم في نقطه برضو اثرها كابتن اسامه وكلمك اسامه نقط كتير، اه بس هكلم نقطه واحده بس نقطه بالنص. التدوير في بعض المراكز، في بعض المراكز ممكن ياثر على الاداء والنتيجه بصوره سلبيه. طبعا. ازاي؟ اه طبعا التدوير في بعض المراكز ياثر بصوره سلبيه على الفريق. خد بالك كابتن ايمن، يعني خلينا نتفق زي ما قال الكابتن اسامه والكباتن من شويه ان كل فريق بيبقى له عناصر اساسيه معروفه. تمام. وفي اوقات كتير مش قليله بيبقى مثلا في واحد مستوى يقل شويه بس بيفضل موجود في الملعب. تمام. يلعب. صح. تاني. خد بالك. صح. مش بالضروره ان ممكن يتغير في الماتش لكن ماشي. يبتدي الماتش اللي بعديه عادي تاني. مرتبطه بسن او حاجه؟ خد بالك. لا مش مرتبطه بسن، بس هي الفكره كلها كره القدم يعني هي كيمستري في الاخر ما بين اللعيبه وبعضها. ممكن يبقى كابتن شريف لعيب جامد جدا وانا لعيب جامد جدا، بس احنا الاثنين مش الدنيا مش ماشيه مع بعض، مش راكبه مع بعض. انا بهاجم جامد قوي وهو بيهاجم جامد قوي، طب احنا عايزين واحد يدافع، مش موجود فينا، احنا الاثنين ما بندافعش. تمام. بس احنا الاثنين لعيبه كبار جدا، بس احنا الاثنين بس بنهاجم، بنأدي الدور الهجومي 90% والدور الدفاعي احنا الاثنين 10%. فالمدرب يقول لك لا انا هلعب واحد اقل امكانيات بس بحيث ان هو يدافع شويه. طب فيبقى شال مثلا بلال وساب كابتن شريف وحط واحد اقل من بلال بيدافع شويه. صح. خد بالك. فمش بالضروره ان يكون عندك لعيبه سوبر ستارز كلهم يلعبوا مع بعض. من أسوأ فترات ريال مدريد لما كان في 11 لعيب سوبر ستارز من أسوأ الفترات، ما خدوش غير بس بطوله اوروبا مره واحده، بطوله الشامبيونز ليج مره واحده بس، الدوري ما خدوش تقريبا يعني على ما اتذكر. فالنهارده انت عندك 11 عنصر اساسي. اه طبعا عندك 11 عنصر اساسي. لما تيجي تلعب في التشكيل او تغير في التشكيل 3 4 لعيبه طبيعي هيبقى فيه خلل. ليه يا كابتن؟ اولا اللعيبه دي ممكن ما تكونش رجلها في الملعب بشكل كبير، فيبقى عندها نقص في الحته البدنيه، ودي اكبر مشكله بتواجه اللعيبه اللي ما بتلعبش باستمرار. فيجي يلعب يديك 30 دقيقه او 35 دقيقه جامد جدا، بس خلاص هو مش قادر يكمل المباراه. فانت تقول المستوى مش اقل، لا هو مش فكره ان المستوى، الفكره رقم واحد ان المستوى البدني قل فبالتالي المستوى الفني بيقل، ده رقم واحد. تمام. رقم اتنين، النهارده انا بحط مثلا يعني انا بحط عبد المنعم جنبي رامي ربيعه، عبد المنعم بيلعب ناحيه الشمال، رامي ربيعه بيلعب ناحيه اليمين. مظبوط. لما تيجي تحط اتنين امكانياتهم الاتنين بيلعبوا يمين، تمام، فممكن يبقى عندك مشكله في حته بناء الهجمه من ناحيه الشمال، ممكن تبقى عندك او التغطيه او او طب ما انت هنا النهارده مثلا في التشكيل عندك اتنين بيجيدوا كظهير ايمن، حلو، محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد، كمال عبد الواحد. لكن عمر كمال عبد الواحد النهارده بيلعب في مركز الظهير الايسر بديلا لعلي معلول. حلو. ماشي. خد بالك، هل انا كمدير فني مضطر اعمل كده؟ ما هو انت في حاجات اضطراريه بتبقى غصب عن المدير الفني. انا كمدير فني مضطر اعمل كده ولا مش مضطر اعمل كده؟ مضطر. في بعض الاوقات بتبقى مضطر تعمل كده، في بعض الاوقات مش في كل الاوقات. ليه بعض الاوقات؟ انت علي معلول عايز عندك مباراه، احنا قلنا اولويات، في حاجه اسمها في كره القدم الاولويات. الاولويات. الاولويات بالنسبه لك في الوقت الحالي، لو 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 قعدت تأذن في الفرقه كل يوم تقول لهم الدوري العام الدوري، هيقول لك لا عندي ماتش بطوله افريقيا. حتى المدير الفني ممكن كمان تصريحاته كلها تبقى منصبه النهارده على الماتشين الدوري، بس انا بفكر بس هو الفكر كله صح. انا عندي 180 دقيقه هتحسم لي بطوله افريقيا، فبالتالي انا النهارده مش هسيب الدوري خالص، لكن انا النهارده الاولويه بالنسبه لي الماتشات المهمه. يعني انا زي ما قلنا كابتن ايمن، ايه لما تيجي تلعب فرقه ترتيبها الثاني او بتنافس، هل زي ما بتلعب فرقه ترتيبها الاخير؟ لا طبعا. تقدر في الترتيب على الفرق اللي ترتيبها لمحترامي طبعا الفرق، انك بتغير وتعدل في التشكيل وتغير في طريقه اللعب وتحط ده وتجرب ده في 45 دقيقه ممكن، لو انت مثلا الامور التشكيل اللي حطيته او طريقه اللعب ما كانتش كويسه في اول 45 دقيقه ممكن تعمل تغييراتك وتلحق الماتش في 45 نتيجه تاني. او بناء على اداء الخصم اللي قدامك وامكانياته وقدراته اللي هي بتبقى اقل منك بكتير. فالنهارده فكره
انك يبقى عندك تشكيل ثابت ده فكره طبيعيه أساسي. التغييرات الكتير بتغير في الاداء طبعا بتغير في الاداء وبتاثر بالسلب طبعا بتاثر بالسلب التغييرات في التشكيل الاساسي بتغير بالسلب انما النهارده لما تيجي تغير لعيب ممكن ما تاثرش بالسلب قوي يعني النهارده اشيل معلول واحط عمر فهو مغير في الحته الهجوميه بتاعتي واقول لها خلاص انا النهارده عمر انت هتلعب سرد باك ثالث ما تزيدش كتير قوي او 50 50 وهاني يقوم بال تمام وهاني ونلعب بالناحيه تاني ونخلي مثلا حسين الشحات هو اللي دايما قدام بيقوم بالحته دي تمام صح وامام يكمل ناحيه وامام يكمل من ناحيه الشمال فدي حته انت اضطررت عليها عشان تحتفظ بقيمه لعيب زي علي معلول عندك من الاجهاد والاصابات دي ممكن يعملها المدير الفني ويفكر فيها فبالتالي هو ايه لما عمل الحته دي فالنهارده عدل في طريقه اللعب تمام وعدل كمان في الميشنز اللي بيديها للعيبه المهام اللي بيديها للعيبه انا المهام اللي علي معلول بياخدها مش هو اللي هياخدها عمر كمان تمام صحيح. وحتى المهام اللي دلوقتي هيلعب بيها حسين الشحات مش دي المهام اللي بيعملها والادوار اللي بيعملها لما بيلعب جنب علي معلول بتبقى الادوار متبادله بيرجع ورا شويه دافع ويطلع يهاجم شويه الامور بتبقى فيها تناسق ما بين الاثنين فالنهارده التغييرات في التشكيل الاساسي طبعا بتخلي المدير الفني يفكر كتير جدا يعني النهارده هنلعب باني شكل وباني طريقه عشان كده احنا بنقول المدير الفني دايما في الفرق الكبيره تحديدا ليه ادوار مهمه جدا 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 يعني الناس تيجي تقول لك ايه حط مع الاهلي اي مدرب يكسب هيكسب بس ممكن ما ياخدش كل البطولات لان في ماتشات بتبقى حاسمه محتاجه تدخل من المدير الفني مش بس تدخل فكري تدخل كمان في الشخصيه فاهم قصدي لا فطبعا اكيد وضع طبيعي ان التشكيل بيتاثر يا كابتن ايمن لما الترجي عمل طيب. تدوير طب استاذنك كابتن بعد اذنك بس نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب مباراه يقول لنا بقى اخر اجواء قبل انطلاق المباراه مباشره مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك كابتن ايمن بجد التحيه ليك ولكل مشاهدينا ونجوم السوق التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان يعني خلاص زي ما احنا شايفين يمكن في الخلفيه خلاص يعني العمليات الاحماء الاخيره او الدقائق الاخيره من عمليات الاحماء بتنتهي الحقيقه يمكن جمهور النادي الحقيقه متواجد كالعاده في المدرجات هتاف ومنادوا على كل اللعيبه كل لعيب الحقيقه راحوا حيا الجمهور النهارده مباراه مهمه وصعبه زي ما احنا عارفين ان شاء الله باذن الله الاختيار يكون يعني الاختيار الافضل لمستر كولر زي ما انتم اتكلمتوا طبعا في الاستوديو التحليلي على اراحه بعض اللاعبين الروتيشن الاجباري الحقيقه لمستر كولر النهارده واللاعبين لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يحافظ على لعيبتنا اهم شيء ان انت تخرج من المباراه طبعا النتيجه مهمه جدا لكن ان انت تحافظ على القوام بشكل كامل ما بقاش فيها اصابات ده امر مهم ان شاء الله باذن الله تكون مباراه ايجابيه اداء ونتيجه من نصيب النادي الاهلي اجواء طيبه جدا اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها كابتن ايمن الحقيقه الجو اكثر من رائع من اقل من ساعه كانت الشمس يمكن كانت قويه شويه هنا في استاد القاهره فيا رب تكون يعني الظروف والمناخ والاجواء كلها في صالح النادي الاهلي وان شاء الله باذن الله تكون ثلاث نقاط مهمين جدا في نصيب النادي الاهلي في بطوله الدوري العام في هذا الموسم يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا كريم وطبعا كريم طمنا على الاجواء وطمنا على الجو بصفه عامه درجه الحراره طبعا جو جميل جو مناسب للمباريات طبعا ان شاء الله يعني احنا بنتمنى سلامه كل اللاعبين في المقام الاول وفي المقام الثاني الثلاث نقاط ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكسب مباراه النهارده. تعالوا نروح نشوف تقرير عن مباراه اليوم ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف الكابتن ماهر اتكلم في الفاصل. ايوه عشان كده بقول لك هشام وماهر ما خلاص. طيب كان ليك كلمه سريعه كتيرة يا لا. كان ليك كلمه سريعه عن فريق الترجي. لا انا قبل ما نروح لكابتن ماهر اتناقشنا برضه. طيب خلاص. طيب كابتن ماهر ندخل على طول في تشكيل النادي قبليها بس هنقول اللي احنا قلناه في الفاصل. ايوه. بالنسبه لتجهيز اللاعبين وتدوير اللاعبين احنا اكتر فريق موجود في افريقيا عندنا سكواد من افضل اللعيبه السكواد بتاعنا مظبوط بصراحه مزبوط. مش هنقلق من الجزئيه دي اي حد هيخش هيكمل واخد بالك الحاجه الثانيه الفنيه المهمه جدا الكباتن اتكلموا على ثبات التشكيل بيدي لك الجوانب الفنيه والبدنيه والتكتيكيه بشكل كبير جدا ليه عشان في ثبات الناس بتلعب مع بعض فبتحفظ بعض التدوير بيقل شويه الاداء واحنا شفنا في بعض المباريات بيقل شويه بشكل كبير تمام. خلاص النقطه المهمه جدا اللي احنا اتكلمنا فيها قبل ما نطلع يا ايمن دلوقتي اتكلمنا ان احنا ممكن يبقى ثلاث مباريات يعني المباراه الاخيره النهارده بصراحه يعني الثلاث مباريات واضح قوي تجهيز فعلي لفريق النادي الاهلي قبل لقاء القمه بينه وبين الترجي الثلاث فرق اللي احنا شفناهم قريبين جدا جدا من اداء الترجي في الجانب الدفاعي
وفي الجانب الهجومي. فالنهارده استفاده كبيره جدا كان لازم بلديه المحله للنادي الاهلي يعني احنا يعني تاجل بالظبط. نتمنى كنا البلديه يبقى يتاجل بعد ما نرجع من تونس. والثلاث ماتشات دول كانوا ممكن يتلعبوا في نفس التوقيت بالزبط. يعني في خلال التوقيت لحد ماتش السبت مثلا يبقى انت على الاقل كل اربع ايام تلعب مباراه. أيوة. وده معقول بالظبط. وبعد ما ارجع من ماتش الترجي ان شاء الله مباراه الذهاب هناك عندك وقت وعندنا وقت كويس مش هتلعب فيه واخد اسبوع طب بعد مباراه الترجي الثاني عندك فتره بعديها هيضغطك برضك عشان الدوري هيضغطك برضك ممكن تلعب فيه مباراه وتروح للكابتن حسام قبليها بيومين ولا حاجه بالظبط. يعني كان لازم يبقى في تنسيق بهذا الشكل عشان يبقى ندي امان كمان للنادي الاهلي وارتياحيه يبقى في وقت اقدر اقابل فيه الترجي. والحمد لله رب العالمين احنا المباراه الثالثه نتمنى ان شاء الله ان اللعيبه اللي هتشارك كلها انها باذن الله رب العالمين تطلع سليمه. والثلاث نقاط مهمه جدا. ندخل بقى على المواجهه ما بين مستر كولر ومستر طارق العشري. طبعا واضح ان مستر كولر محضر بشكل كبير جدا لمباراه الدوري واحنا عايزين نقول ان مباراه الدوري دلوقتي مهمه جدا. الثلاث مباريات لمستر كولر تركيزه كله في الدوري واحنا اتكلمنا ان التركيز رايح للترجي. لا التركيز في الثلاث مباريات مهمه جدا عشان نكسبها ونبدا نقرب من القمه المكان المفضل بالنسبه لنا. وبعد كده مباراه الترجي بيبقى ليها شغل كتير جدا واسلوب تاني. طارق العشري النهارده عنده اهداف مهمه جدا حته النقطه عدم الهدف الخسارة. عدم الخساره. فالنهارده ممكن التكتلات الدفاعيه نشوفها النهارده بشراسه في ثلاث خطوط بالنسبه للاعبي الاتحاد يهمه جدا انه ما يجيش فيه جول. وفي نفس الوقت هو عنده عناصر هدافه بتقدر تسجل بين الاهداف وعندها سرعه وعندها مهاره. النهارده في كذا لعيب موجودين في تيم الاتحاد لعيبه كويسه قوي ومؤثره منها هشام صلاح منها كريم عندهم جبهات احمد عيد عبد الغني عمر الوحش لعيبه برضك هيبقى في تكتلات في نص الملعب بشكل كبير. وما بقولوله طبعا سرعاته واهدافه العشر بيسجلهم فيهمه النهارده انه يسجل في النادي الاهلي. صحيح. طيب كابتن شريف زي مستر كولر هيبدا المباراه واحنا عارفين ان فكر الكابتن طارق العشري يعني تقريبا ما بيتغيرش كتير. هو اسلوب دفاعي منظم بيهتم بالناحيه الدفاعيه بنسبه كبيره جدا وبيعتمد على السرعات قدام. عنده عبد الغني عنده مابولولو عنده تكمله كمان بيكمل خالد الغندور. ازاي هيتعامل مع الكلام دوت او مع تشكيل نادي اتحاد مستر كولر؟ ما هو انا اولا قبل ما اتعامل وقبل ما اعمل انا لازم أكسر كل ما بيفكر فيه طارق العشري. الضغط برضو كالعادة يعني راجل هيلعبني 4-1-4-1 كنت أنا لازم أغير له مفاهيمه بأسلوب الروح بتاعتك أنت والضغط بتاعك أنت والدخول أنك تخلص الماتش من أول 10 دقايق كويس. هو ده اللي يخليك تبقى جوه الجيم. أنت الاستحواذ عندك أنت مثلا والكرة التانية اللي هي أهم حاجة في الكورة ان الكره لما تترد الثانيه تبقى بتاعتك انت. انما هتعمل ميس باص وتتعمل كاونتر اتاك عليك وتعمل مشاكل للديفندر بتوعك ويبقى انت اللي بتخرج بره الحكايه بتخرج ذهنك اللي بيختلف. انت لازم تغير الذهن بتاع المدير الفني اللي جاي قاعد بره تك تك طلع اطلع اعمل سوي انت وحظك مبولولو شوت الفرصه امسك فيها. كل ده احنا بنشوفه في الفرق اللي هي بتلعب ورا بالثمانيه دول كويس واحد قدامهم وواحد لوحده بيبقى جوه. فانت اللي انت اتكلمت بقى في التدوير وما اعرفش ايه وان علي معلول مش موجود هو دي بس الحته الهارموني بتاعك اللي انت متعود عليه كلعيبه مع بعض. ان علي كان بيعمل لي العرضيه دي يعني بالتمام بالمقاس بالرؤيه عامل مساعد الهجوم 8.5/10 في الماتشات كلها. فالناحيه اليمين بقت عليها دلوقتي ادام ما فيش علي معلول الناحيه اليمين عليها ضغوط النهارده هي اللي تعمل الحركه دي كلها. عندك ضغوط عندك اسامه ابو علي ده النهارده لازم يبقى سوبر قدم بلولو 10 مرات يعني يبقى في المنطقه دي. واكيد ان الاستحواذ والعرضيات والفرص هتبقى عنده اكتر. امام عاشور في التفكير في التصويب والحاجات دي المهارات الفرديه. انت كل الماتشات اللي فاتت دي كلها كنت بتكسب بالمهارات الفرديه. كل الماتشات دي لما بتجيب جول بيبتدي الاداء بتاعك يزيد الثقه بتزيد الريسك بيبقى حلو
ازاي اودي واحد على الجول من نص الملعب؟ استغلال ضعف دايما الاثنين السنتر باكس اللي بيبقوا في النص. مشكله كبيره جدا خط الدفاع ده. كل الفرق اللي بنلعبها والله ايمن كده هم الاثنين دول اللي في بيبقوا من جوه عاملين نفسهم ثقه ومش عارف ايه واخد الكره وهم من جوه اول ما بتخش عليهم بيقول لك خلصني بقى خلصني بقى شوت يا عم ولا هتجيب جول ولا هتعمل انا ما عنديش مسؤوليه النهارده انا مسؤوليتي النهارده ان انا اقف معاك للاخر يا خطفت فيك جول يا تعادلت معاك وده الكبير بتاعي قوي في اليوم المشهود اللي هو يوم النادي الاهلي. يعني انت لازم تحسمها من البدايه انت من جاي زي كل مباراه هتلعبها السيستم بتاعنا اضغط شوت هدف غطي مفيش اكتر من كده في الحكايه كلها. توفيق باذن الله. طيب خليني كابتن اسامه اكلمك على التشكيل الفرقتين وطريقه لعب مستر كولر النهارده واسلوب لعب طارق العاشر. اسلوب لعب طارق العاشر ما بيتغيرش يعني زي ما قلنا الماتش اللي فات على كابتن علاء عبد العال تقريبا الكابتن طارق العاشري بيلعب نفس الاسلوب بس عنده عناصر هجوميه خطيره وبتعرف تجيب جول. مظبوط. يعني قلنا ان علاء وطارق من المدربين اللي بيميلوا الاول للنواحي الدفاعيه وبعدين بيلعبوا على الهجوم المرتد السريع او يعتمد على الضربات الثابته الركنيات والاوتات تملي يلعب الاوت الطويل جوه ال 18 الضربات الثابته بيعتمد على الحاجات دي. فهو اسلوب يعني برده من حظ الاهلي كويس انه الاسلوب ده هيبقى قريب شويه من اسلوب الترجي على فكره. فده شكل اللي طارق بيلعب بيه سواء احيانا بيلعب خمسه ورا واحيانا بيلعب اربعه ورا. واحد اربعه واحد. هو النهارده شال بواتنج وشال احمد ميسي اللي هم عندهم ميول هجوميه اكتر. هم طبعا كسبوا الماتش الاخير بلديه المحله 2-1 وحط خالد الغندور واحمد عيد اللي هم عندهم ميول دفاعيه هجوميه لكن دفاعيه اكتر يعني عشان يعمل توازن في نص الملعب لانه عارف انه بيلعب النادي الاهلي وعارف انه هيحتاج يقفل كتير وكده فاعتقد التغييرين دولت عشان كده لان هم قاعدين على دكه البدلاء قعد احمد عادل بره فعلا بنجامين بواتنج قعدوا بره فعلا ما بداش هي التغيير الثالث سيف تقى وتقى واسلام ابو سليمه ساعات بيبدلوا يعني لكن هو سواء لعب اربعه او خمسه هو هيبقى مقفل مساحات جامد جدا ورا لعب فيه احتكاكات كتيره بيلعب على الكوره الطويله يعني هو مش من المدربين اللي بيحب يبني من ورا صح بيحب حتى الحارس المرمى تملي يحط كوره والناس تطلع وتتلعب طويله على راس الحربه على مابولولو وكلهم ياخدوا الكوره الثانيه من وراه يعني تملي هو بيلعب بالطريقه دي فده شكل الاتحاد كويس. لكن النادي الاهلي مطالب على طول انه يكسب واعتقد ان الراجل هيبدا ضاغط جامد على الاتحاد وزي ما بيقولوا ايه زي ما كابتن شريف كان بيقول كده انك بتضغط تضغط تضغط عشان تكسر اللي هو عايز يعمله طارق العاشر انه الوقت يطول انه الاهلي يخش في استعجال وتوتر انه عايز يجيب اهداف ويبتدي هو يستغل الاندفاع اللي ورا من المدافعين لو مش مركزين او ضربه ثابته او كده فالنادي الاهلي هيضغط بشده هم المهاجمين بتاعته طبعا مبولولو مميز جدا في الالتحامات الهوائيه طبعا جامد جدا يعني حتى في الضربات الثابته وكده مميز جدا الكورنر الفاول بيخش بدماغه حتى الاوت بتاع عمرو سليم وطبعا مبولولو من احسن المهاجمين اللي في مصر الفتره الاخيره وشفناه طبعا في بطوله افريقيا كان عامل مستوى مميز قوي مع فرقته يعني النادي الاهلي الجانب الشمال هو اتغير بس في عمر كمال في امام عاشور وحسين الشحات كان شغال بشكل كويس اول ماتش اللي فات اختراقات كويسه امام عاشور بيعرف يكمل كويس وده واحد قلنا من الاسلحه الجون اللي جايبه من تسديده من خارج ال 18 ودي من الاسلحه لما الفرقه بتعمل تكتل دفاعي الاسلحه المهمه جدا جدا التسديد والجون الاولاني الماتش اللي فات جه كده يعني ما كانش فيه قبل الجون حاجات خطيره لكن التسديد هيبقى مؤثر فامام عاشور ان شاء الله يفضل زي ما هو كده هو حسين الشحات بيعملوا جبهه ناحيه الشمال كويسه قلنا عمر كمال مختلف عن علي معلول في طريقه اللعب
لكن كويس ان هو مريح علي معلول وعمر كمال. طبعا هو بيأدي في الجانب الايمن احسن، لكن يقدر برضو يأدي في الجانب الايسر، وامتى يطلع امتى يقف دي طبيعيه. الناحيه الثانيه هيبقى في اهاني واكرم توفيق ورضا سليم، فبرضو رضا سليم عنده اختراقات من الاطراف كويس، بيعرف يكمل على الجون، فبرضو دي هتبقى ميزه. عندك وسام ابو علي في راس الحربه، وهيبقى مروان عطيه هو رقم 6، واكرم توفيق هيبقى على اليمين بس هيهاجم اكتر من مروان عطيه. وسام يعني تحركاته مهمه جدا، ولكن اتمنى انه يتمركز شويه جوه ال 18 اكتر من كده عشان يستغل الكرات العرضيه اللي تجيله. نتمنى التوفيق ان شاء الله ونقدر نكسب. سبتش حاجه للكابتن بلال؟ لا ليه، ده كل حاجه استراحه. كابتن بلال عنده يعني انتوا على طول بتتهموا اسامه ان هو بيتكلم في جميع النقاط. لا بالعكس، لا انا ما قلتش كده. اتكلم يا اسامه زي ما انت عايز. كابتن بلال اتكلمنا عن نادي الاهلي، واتكلمنا عن نادي الاتحاد. كان الحكام بقى ونادي لا نادي الاتحاد عنده مشاكل دفاعيه كتير ممكن يستغلها النهارده النادي الاهلي، ولكن خليني اكلمك في نقطه مهمه جدا. هل من الممكن النهارده كابتن طارق العشري يفاجئنا ويغير في البدايه اسلوب لعبه؟ شوف كابتن طارق العشري له مدرسه في الـ في الـ فلسفه معروفه، وله فلسفه في اداء المباريات. يعني هو خد بالك من اول الناس او يعتبر اول مدير فني رجع حته 4 4 2 مره ثانيه، تمام؟ فده معناه ان هو بيحفظ اللعيبه كويس في الحته الدفاعيه، يعني هو بيشتغل على الحته دي كويس، بيحفظ اللعيبه كويس في الحته الدفاعيه مهما كانت امكانياته. خد لما انا هكمل لك الكلام. أيوه. لكن في بعض الاوقات الامكانيات بتغلب او بتطغى يعني بالظبط، بتطغى على الطريقه. يعني انا مثلا 4 4 2 لازم يبقى عندي 2 سنتر باكس سرعة جدا اقوياء جدا بيلعبوا بنغم بشكل كويس، تمام؟ ممكن حته التجانس هو يعملها، تمام؟ حته تمام. التغطيه من العكسيه، هغطي ازاي، هتقابل مين، هعمل ايه، هتتاخر، هتطلع لقدام، الحاجات دي الحاجات اللي فيها شغل لمدير فني لا يعملها كويس، تمام. لكن الكواليتي نفسها هل ممكن تسمح له انه يلعب بالشكل ده؟ اداره المباراه بصفه عامه لا، هو راجل جيد في الحته دي، يعني بيقفل كويس، بيلعب زون ديفنس بشكل كويس، الكرات الثابته بيعملها بشكل رائع جدا جدا، بيستغلها بشكل كويس جدا، الهجمات المرتده السريعه في بعض الاحيان. هو عنده ميزه كمان، تحولات يا كابتن، ميزه يعني قويه جدا جدا. خد بالك مشكله او افه الكره المصريه في معظم الفرق انك لما تعمل عليه تحولات سريعه بيبقى عنده مشاكل رهيبه جدا، بتلاقي انت بتلاقي مساحات يعني كانك في غيط، واخد بالك؟ يعني لما تعمل تحول، لما تقطع الكوره بتبتدي تتحول بسرعه. حتى كمان خد بالك النادي الاهلي لما بيلاعب فرق بتقفل بشكل كويس وما بيهاجموا، لما بتعمل انت كمان التحول طبعا انت كمان خد بالك بتلاقي هجمات، بتلاقي مساحات تقدر تشتغل فيها، وعملناها كتير جدا لو تفتكر، عملناها مع سموح قبل كده، وعملناها مع الاتحاد قبل كده، وعملناها مع الجونه قبل كده، بتلاقي مساحات تشتغل فيها. فالنهارده انت بتلاعب مدير فني مدرسه بيحكم عليها الطابع الدفاعي، عنده بالانس رهيب جدا 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 جدا، ولكن هم عندهم مشكله في حته ايه؟ انك لو قدرت انك تسجل في البدايه او قدرت انك تضغط عليه في البدايه، انت بتخلص بتشتت المفاهيم او بتغير المفاهيم. يعني النهارده لو النادي الاهلي ضغط من بدايه اللقاء، ضغط وبتضغط جامد جدا في كل في يعني بتعمل ضغط متقدم على فرقه الاتحاد، هتعمل له مشكله كبيره جدا جدا يا كابتن ايمن. خد بالك لانك انت خد بالك الاداء بتاع الاهلي مختلف شويه. ليه مختلف شويه؟ لانك انت عندك السرعات وعندك المهارات، هو هيضطر انه يبقى مدافع على عكس بقيه الماتشات، هو بيحس ان هو داخل ليدنج على الفرقه الثانيه، تمام؟ فبيعمل ايه؟ بيعمل توازن في الاداء. لكن النهارده لا، النهارده هو ممكن يدافع شويه من البدايه، يدافع شويه، يبتدي يشتغل على الهجمات المرتده. فلو انت عملت الحته يعني دي مش غير من اسلوبه، ما اعتقدش انه غير من اسلوبه مع الفرق الكبيره، ما اعتقدش انما خد بالك بس في حاله واحده ممكن يغير من اسلوبه، إيه؟ انك لو سبت له المساحات اللي يشتغل فيها، هو عنده لعيبه كوره في الملعب بيعرف يلعب كوره كويس، فانت لو سبت له المساحه انه يشتغل وابتديت انت تتراجع، هيقدروا كتيم كلعيبه ان هم يقدروا يستغلوا الحته دي، ويبتدي هو يبتدي يهاجمك ويبتدي يبني الهجمات لانك انت سبت له مساحه. طيب ولو الاهلي جاب هدف مبكر ممكن يغير من اسلوبه؟ هيغير من اسلوبه. دي دي طريقه كابتن طارق العشري، هيغير من اسلوبه. عشان كده لما الفرق الكبيره بتبتدي تسجل اهداف في كابتن طارق العشري المباراه ممكن تفتح منه.
تخش في ثلاثة، ممكن تخش في أربعة، ممكن تخش في لأن هو بيلعب، خد بالك هو بيلعب على مكسب، فاهم قصدي؟ بيلعب على مكسب. فالنهاردة وبيلعب على سيستم، تغيير السيستم يا كابتن ايمن بيبقى صعب جدا 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 للمدربين، بيبقى صعب جدا، لانك انت عشان تغير السيستم ده انت محتاج تغير لعيبه، محتاج لعيبه كمان، محتاج تغير لعيبه، فبيبقى صعب جدا على المدير الفني. هو خد بالك انا راسم ان انا اول 20 دقيقه بخش فيها جول، تمام، عشان ابتدي افكر ستيب 2 تمام هشتغل ازاي الحته الهجوميه. فهو النهارده عايز يقفل كويس، مش عايز يدخل فيه اهداف، وبيشتغل على حته ايه؟ يقول لك ما هو النادي الاهلي ممكن في الدقيقة 70 يبقى الامكانيات البدنية تقل نتيجة الماتشات الكتيرة، فيبتدي الاهلي يعمل ايه؟ تغييرات، فيبتدي انا اخش في الجيم اكتر في الدقيقة 70، ده ممكن يكون ده فكره، خد بالك، لكن انت لو سجلت اهداف الموضوع هيختلف تماما يا كابتن. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله النهاردة، التحية الفوز من البداية. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول، انتظرونا.